قاعد اقول لك الحين مجرمين قاعد يشوفون نفسهم انه عادي احنا ما سوينا شيء. لما تقيسها على اوادم عاديين راح يتخوفون من اي انتقاد ممكن يجيهم. شو الاسباب اللي تخليهم ما بيسمع انتقاد؟ اذا شفت ان انا ناجح اكثر منه صعب اسمع منه انتقاد. شلون قاعد تشوف نفسك ناجح اكثر منه؟ ما ادري والله العظيم. ما الانسان يعني اذا كنت تبي تخلي شخص صغير يسمع كلامك بدون ما تنتقده، غالبا اللي اصغر منك يكون اقل خبره. هذه انا جربتها بحياتي ان اصعب نوع نقد مهدي يسولف. الانتقاد لما انا اشوف فيك خلينا نقول مهاره معينه بس مفروض تحط مجهود عليها زياده، راح اقول لك ابذل مجهود هني تصير احسن. انا من ناحيه النصيحه ما اخذها من ولا احد. اوكي لا تنصحني عاد انت والله يا عبد العظيم اكثر انسان محتاج نصيحه. انا ادري انا عارف انا عارف بس كيفي. يا انه هو واعي ان ابي استخدم هالاسلوب معاه عشان اطلع احسن شيء فيه بس اللي هل أنت إنسان جيد؟ هل تعاني من مشاكل مع شريكتك؟ مع حبيبتك؟ مع الأهل؟ مع الحبايب؟ مع الإخوان؟ الحل لدينا، استخدم ستربسلز لعلاج البلاعي. لا لا بس لعلاج. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين عزيزاتي المتابعات في موسم جديد وحلقة جديدة من ضيعته أقول وايد على ما طلع. وفي هذا الموسم وفي هذه الحلقة على وجه التحديد سوف نتناقش بالعديد من المحاور التي سوف تساهم في حل مشاكل المجتمع بوجود حفنة ونخبة من الرجال الذين يمتلكون الكثير من الخبرات التي قد تودي بكم وراء الشمس. لكننا نثق بالدكتور عدنان وبالدكتور عدنان نحن نثق. يلا حل مشاكلنا. اتوقع هذا المطرود ما نبي. لا 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 بالعكس، واحد منا وفينا وحبيبنا. الموضوع اليوم راح نتكلم عن كيف تكون محبوبا بين الناس، تسعى وتحاول نشر السعاده وشون تكسب قلوب البشر. قبل ما نبلش عشان نفهم المحور هذا بالتحديد ابي اعطيكم قصه قصيره. تعرفون فارس عاشور اللي يقول قصص؟ يلا ابي اعطيكم قصه الحين. اكيد كلكم تعرفون الكابون. الكابون اللي هو زعيم مافيا ايطالي معروف جدا، كان شرير وشرس ومرتكب العديد من الجرائم. ترون شنو قال؟ في عنده مقولة شهيرة قال كل اللي قدمته للناس هي متع الدنيا وونستهم وحاولت أني أساعدهم، شو اللي حصلته بالمقابل؟ أنا إنسان مطلوب. فهذا مجرم تعبان قاعد يشوف نفسه كذي. في واحد اسمه كراولي، هذا معروفة سالفته، أشهر مطاردة صارت في تاريخ أمريكا. ضابط قال عطنا ليسنك أخوي، كان يقول مطلع مسدسين وباك باك باك باك، كان يصير دعم واسناد ومطارده طويله عريضه والاوادم كلهم قاعد يشوفون شنو اللي كان قاعد يصير. يعني وصلوا لي بيته ورموه بس ما مات، القوا القبض عليه، دزوا التفتيش عند البيت ولا يشوفون رساله كان كاتبها. اوكي كان كاتب behind this coat is a weary heart، يعني وراء هذا المعطف قلب رهيف. But a kind one. A heart that wouldn't do any harm to anybody. هو رامي شرطيين، رامي شرطيين وذابح وايد وعنده سطو مسلح ومسوي وايد جرائم من قبل. بعدين لما ودوه على منصة الإعدام قال هذا اللي حصله مقابل أني أنا أذبح ناس، لا هذا اللي أنا حصلته مقابل الدفاع عن نفسي. فلكم أن تتخيلوا شون قاعدين يطالعون نفسهم المجرمين وقارنها في الأوادم العاديين. نعرف وايد ناس. أنا متأكد راح تبلش الحلقة وهو في باله شخص معين. لا 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 في يعني صدام. حلو حلو الله يلعن. ايه فيعني في ناس لا اللعن هي الطرد من رحمة الله صح؟ الله يلعنه يلا. يقول شو بس ولا انت بس بالك صدام وخلاص؟ لا لا يعني في في يعني اتوقع كويت خلصوا مجرمين مجرمين زين. في صدام وفي ناس على هيئة صدام. نعم متصدمين متصدم. زين عشان نسولف نفس الرجال الحين. طيب خلينا نسولف. اي فشنو اللي يخلي الاوادم يكرهون الانتقاد؟ شنو اللي يخليهم لما يسمعون كلمه ما تناسبهم؟ يعني قاعد اقول لك الحين مجرمين قاعد يشوفون نفسهم انه عادي احنا ما سوينا شيء. لما تقيسها على اوادم عاديين راح يتخوفون من اي انتقاد ممكن يجيهم. شنو الاسباب اللي تخليهم ما بيسمع انتقاد؟ شوف انا اتكلم عن نفسي. انا اذا احد بينتقدني
او اذا بسمع انتقاد من احد اوكي يعني شويه يمكن مو حلوه، بس صدق اذا شفت ان انا ناجح اكثر منه صعب اسمع منه انتقاد، صعب حتى لو اكيرت حتى لو دقيق صدقي. يعني اعطيك مثال، شلون قاعد تشوف نفسك ناجح اكثر منه؟ لا ما ادري والله العظيم ما الانسان يعني لا لا والله حلقة جديدة والله نحل المشاكل عدنان عدنان عندي الموضوع معك. يعني اعطيك مثال، قصدي شنو مثلا اذا يعني واحد صدق انا اشوفه انجح مني بالمجال وانتقدني راح اتقبله، بس في ناس عندهم وخاصة يعني بمجال العمل ولا بمجال خلينا نقول تخصصي هيك تدري انه ما يعرف شيء بس يبي يبين لك انه ناجح، فشي يسوي لك يعني مثلا لا انت لو تسوي تشوف انت شغلك زين بس غلط هذا الشيء، بس انا ادري ان انا اعرف اكثر منك فما راح استقبل النقد حتى لو كان اكيرت حتى لو كان صحيح. اوكي يعني حتى اذا كان مثلا خلينا نقول واحد متين ما هي مشكلة مثل تعمل تام بس صح إذا واحد متين يا قال لك لازم تسوي دايت وأنت تدري إن الدايت صح بس مثلا ها مثلتك مو علم تام أنت مثلتك عن واحد شفت شلون سبحان الله سبحان الله الله ما يطق بعصا يا أخوي. شوف بس أنا المشاهدين ما يدرون شو السالفة، كل عداواتنا مع تام صدفة والله صدفة زين إي فبالضبط مثل اللي أنت قلته، مرات ممكن يجيك واحد متين يفهم بالتمرين ويعرف كل شيء يقول شوف ترى غلط تمرينك لازم تسوي كذي كذي كذي، لا شعوريا ما راح استقبلها مثل واحد لو يجيني مجسم معنا تمرينه غبي بس لان جسمه وشكله لايق خلينا نقول الابيلينج مال البرود ظاهر انت شاريت البرودكت من النتيجه اللي هو وصل لها ها؟ الفكره جات لك كنا شاري البرودكت انت كا اي يعني بالضبط نفس الحدث اللي صارت معك بالنادي اللي واحد قال لك دفك اي نزله شوي شوي طشربه وهو ما شاء الله ارنولد قدامك بالضبط اي بالضبط يعني هذا انتقاده طشرني فهمني ما تعلم درس انه ما تحكم على المظاهر مو انا اعتقد دون جاج ابوك باي تكبر قاعد تشوف قدامك اي هذا قبل لا يعني هو شوف هو شوي خذ الموضوع سؤال ترى اشوف الكل يبي يتفاعل الكل يبي يسولف انت سالت ان ليش الناس ما تتقبل الانتقاد اي انت قاعد تقول انا من منو اتقبل الانتقاد هذا سؤال ثاني صح لا هو لو سمحت لا تصيد على الريال لا لا عندي لا انا قلت له عني شخصيا انا ما اتقبل النقد اذا كان الشخص قدامي ما اشوفه انجح مني النصر الرياضي انجح منك اوكي فاذا الشخص قدامي انا بيني وبينه طبعا ما راح اعترف له راح اسلك له بالنقد ما يضايق كل تحسس منه انه نقد منو اللي ناقد اي بالضبط هذا ياثر عليه أوكي. يعني خلينا نقول ياثر يخليني اراجع الانتقاد اللي يجيني يعني انا ما راح اقول له مو شغلك بس ما راح اخذها بجديه راح انطره يخلص نقده واقول له ماشي زين هل انت ماشي هم على نفس الطريقه اذا انت ما كنت متفوق في شغله معينه إيه؟ ما راح توجه نصيحه حق احد او انتقاد حق احد حتى وانت تعرف المعلومه شوف انا وقت اعرف المعلومه واعتقد انا يعني تبارك الرحمه انا اشتغلت وياك من قبل لو تلاحظ حتى لو بعطي معلومه انا دائما ما احطها بصوره انتقاد احطها بصوره اقتراح لان انا ما احب الانتقاد والله برافو عليك هذا دليل على نقص الشخصيه والله ناقص توزيع الشعر عندك لا 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 يعني شوف لو سمحت لا تنتقد شعري انت قلت وجهك يعني تعبت وقتك لا لا يعني شوي اكستريم يا اخو لا والله انا ما انتقد لا لا مو انه ما تنتقد بس يعني اجين في واحد عنده مخ يعني مثلا اذا واحد خلينا نقول افشل منك بس انتقدك بشيء انت راح تفكر بالشيء هذا هل هو صحيح ولا مو صحيح اذا صحيح راح تاخذه اذا مو صحيح راح تقول حبيبي ليش يطلع جزئين لانه ما ادري راح مو متعود راح يطلع طوطه ينطبق على نصيحه مو انتقاد يعني ما تاخذ نصيحه من واحد ما عنده اللي انت تبيه اي بس انتقاد عادي مثلا هو اثول بس يدري اللي انت قاعد تسويه غلط ممكن هي بوينت سمثينج صح هذا أوكي. اللي انت قاعد تقول انا شوف انا لا مو هذا اللي قاعد اقول انا شوف انا من ناحيه النصيحه ما اخذها من ولا احد أوكي. الله لا تنصحني اذا انا طلبت منك نصيحه انصحني انا ما طلبت اي لا 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 تي تنصح عاد انت والله يا عبد العظيم اكثر انسان محتاج نصيحه انا ادري انا عارف بس كيفي والله اللي تشوفه يا عبد العظيم بس الانتقاد لا انه مثلا انا سويت شيء انت تقول لي مثلا الشيء هذا كان راح يكون احسن اذا كنت مسوي الشيء هذا مثلا او ضايف عليه شيء بالضبط يقول لي بصوره اقتراح
مو نقد، انا ما احب واحد كل شيء عنده. اوكي في نوعين يعني انا امشي عليهم طريقه الانتقاد. في الانتقاد اللي يقول لك حلو بس يفضل ما تسوي هذا الشيء، يبديها ايجابيه بعدين يقلبها سلبيه. في النوع اللي لا انت غلط، لا تسوي كذي، هذا ينرفزني. شوف هذا اوتوماتيك لما يسوي معك كذي راح تاخذ وضعيه الدفاع. صح اوتوماتيك لما يسوي معك كذي. تدرون انا راعي تاريخ طبعا. صح اكيد. فقبل الاوادم كانوا يعيشون في يعني عشائر صغيره، فكانوا يقعدون مع بعض مجموعه صغيره. اذا واحد يا الانتقاد راح يخاف، ليش؟ لانه راح يهمش، راح يصير مو على قلب واحد، راح يصير ان انت بروح واحنا بروح. انت كنا قاعد يعني يور بين بوينتينج انسكيورتي او خلني اكمل كلامي. هذا شيء جديد الحين راح استخدمه. حلو راح اسمع وايد عاجبني. زين فقبل تعرف العقوبه عندهم يعني دث اور اكزايل، اعدام او منفى. كانوا يخافون من المنفى اكثر من الاعدام. الاعدام يدرون راح اموت، بالمنفى راح يروح عند مجتمع جديد ما يدري منه هذول وراح يموت، ما يعرف يتكلم لغتهم، ما يدري منه هذول، ما راح يثقون فيه لانهم متعودين على عشيره معينه، متعودين مجموعه بس يقعدون مع بعض. فكانوا يخافون ان يهمشون يطردونهم من المجموعه. فهذا اللي يخليهم ان لا تنتقدني لان راح ادافع عن نفسي على طول، لان راح تهمش دوري، راح اصير انا مو مهم. صح. فهذا اللي يخليك في وضعيه الدفاع. وهذا يخليني تقدر تقيسه يعني كنظام سياسي، يخافون من هذا الشيء الاوادم انه ينفونهم، وبنفس الوقت تقدر تطبقه على اي مكان، شركه لا تنتقدني لان كنا قاعد صغر من دوري، قاعد تقلل من قيمتي، فانا احس بتهديد، انت تبي تاخذ مكاني، او ان كنا قاعد توريني ان انا مو زين وفي واحد احسن مني او انت افضل مني. اي اللي قاعد ينتقدك المفروض النقد، يعني حتى خلي يقول نقد الافلام مثلا، المفروض النقاد هذول نخبة المشاهدين الأفلام اللي قاعد نشوف الحين بس هو الفكرة منها، أو نقاد الأكل المفروض هو البالت عنده والتذوق عنده يكون وايد إليت وايد عالي، اللي المطعم يقول له تكفى انتقد أكلي عشان أعدله. لا الحين أي أصلع الديوانية مثلا مع احترامي حق كل الصعاب. ما نقصد شيء، حط لي صورته وليها. بس يعني كلمة النقد بالمطاعم بالأفلام، الناقد لازم يوصل مرحلة أن أنت تسمح له أنه ينتقدك. اللي الحين قاعد يصير رأي مو نقد. نقد اللي أنت قاعد تقوله بيزد على أنت منو وأنت شنو عندك. إيه اللي الحين قاعد يروح لا مو حلو. إيه فأنا أشوفها نفس الشيء. وقت واحد ينتقدني أنا أول شيء أشوف منو أنت. بناء على شنو قاعد تنتقدني؟ هل تجاربك أكثر مني؟ هل أنت درست أكثر مني؟ هل بحثت أكثر مني؟ شوف أتفق مع عظم اللي قاله، أنت إذا تبي تسمع النقد بغض النظر من الشخص، أكيد أنا أفضل إنه يكون واحد فاهم المجال اللي قاعد يتكلم فيه. أكيد. بس المعلومة طول ما أنا صحيحة ما راح أوريه قدامه، راح إيه بس لما أرد البيت هي النصح اللي قاله. أوكي فأنت يعني ما تبين لأنك تسمع نقد بس بعدين راح تراجع نفسك فيه. نفس الوقت أقول النصح اللي قاله بس ويه. ما راح اوريك قدام. في فئه معينه يعني من المنتقدين ينتقدوني شخصيا، ولا مره بحياتهم لما كانوا قاعدين ينتقدوني كان يعني اسلوب محترم او شيء، لا اسلوب امر. من هذيل؟ نفس المتين اللي نعرفه. لا ممتاز. اللي ينتقدون على الموضوع الديني او شيء كذي. حلو. بالدوام يمكن ثلاث مرات او اربع مرات كان يجي لي واحد كذاب. أنا بقولك عن سالفة واحدة بس، هو تقريبا نفس الفكرة كلهم. يعني واحد ملتحي زين قاعد أسوي شغلة وكذي، قاعد أشوف عيونه قاعد أطيح على التاتو مالي. أوكي. أنا ناطر الحين الرجال يبي يتكلم 100% بس ساكت. واضحة. ساكت شي كان يقول لي شوية. وهذا أنا مالي شغل فيه زين. شوي كان يقول لي بس ممكن سؤال، كان أقول تفضل، كان يقول لي شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو فات؟ بس قعدت عنده. شنو مال عنده؟ جراندايزر. قلت له تاتو؟ كان يقول لي هذا دائم. قلت له اي دائم. كان يقول لي شنو يعني دوام لله؟ عرفت. قلت له شيء يخصني يعني، لو بقول كان ما راح تعرفه يعني. كان يقول لي قوله. قلت له بارك نوت مال باكينج كذي. يقول ايه عدل حرام. زين ليش كذي؟ ليش زين كيفك؟ خلاص حرام مو مشكله، حرام بس ما له شغل. انت تبي تسوي شغلك، انت مو عشان تنصحني تبي ايش تاتو، انت جاي تبي تسوي شغل فخلاص. قالها باسلوب خايس. قالها باسلوب خايس. وفي شيء ثاني اتوقع كلمه مهدي اللي توا قالها، انه صح ها في فرق بين النصيحه والنقد. هو قاعد ينصحك قاعد حتاته. النقد اللي هو انت اي شيء تسويه كله انت فاشل. النقد اتوقع راح اقول لك تاتوك مو حلو. تاتوك مو حلو. ليش تسريحتك كذي؟ ليش انت ما تجي دوام مبكر؟ النقد غالبا يكون شيء سلبي. زين شيء سلبي، وطريقه التعبير عن شيء سلبي
اي هذه الطريقه اللي عرفت هو ما قاعد ينصح مثلا والله يفضل تسوي كذي ترى احسن لك انك لا النقد ان انت شيء قاعد تسويه غلط بس انت شيء قاعد تسويه انا سؤالي شنو اللي يخلي الاوادم يعني اوكي خل عنك الاسباب التاريخ اللي انا قلتها لاحظ اذا بديوانيه مثلا كنا قاعدين وصارت مصيبه واحد مسوي بلوه مثلا اذا قمت اشرت اصابك عليه على طول راح يدافع عنه عن نفسه عن نفسه زين او ممكن ياشر على واحد ثاني والله هو اللي مسوي والله هذا احنا كنا نعرف واحد مثلا تاخر عن البودكاست مره من المرات كان يقول دقيت عليكم اجهزتكم كانت مغلق واحنا كلنا ندري ان احنا نحط اير بلاي مود وقت تصوير البودكاست صح كان بعدين يقول له زين احنا حطينا لك التاريخ بس ما ادري وين تبون تصورون قاعد يكذب يا بدافع عن نفسه قاعد يكذب واليوم تاخر علينا يقول اوه عبالي الاسبوع الجاي انا ما ادري ايه اليوم انا اعترفت انا اعترفت قلت لكم انا اليوم تصدق اللي سواه هذا صح يعني لما بالديوانيه نفس السيناريو اللي انا قلت لك اياه اذا واحد قال يا جماعه اتوقع انا الغلطان راح تلاقي كل واحد لا 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 والله لا والله يعني شوف هذا بمخك بس بالصج راح تقعدون بديوانيتنا تحديدا اي يعني الواحد والله يتحسف يقول الصج يعني لا يعني اوكي يعني انا بقول اوكي راح اعترف ان انا غلطان بس ما بيعترف لانه راح يشقوني خلاص اعترفها ها زين هو كان ريفرس سايكولوجي عشان نوصل ابي اعرف هو شلون قاعد يفكر وصلنا لها اي ان ادري اذا قلت انا غلط راح يشقوني فراح وترى إيه؟ هو في شيء بعد مهم جدا شنو اذا شيء اللي انتقد احد انتقدك فيه او انتقدني فيه يكون انا وايد كنت صامل فيه واخر شيء بين لي قدامي اني انا غبي إيه؟ او بين لي ان انا طلعت غلط صعب جدا اقول إيه صح اذا كان قدامك صعب جدا يعني انت مثلا صامل وايه ولا وبناء على هذا عشان يقول لك لا 1-2-3 وعرفت يكسر كل شيء يعطيك الدليل ويعطيك ما راح اقول له انت مني يقول له لا يعني بناء على شو الزاويه اللي انت قاعد طالع ما في صح ما في غلط المنظور ده شو يعني صح وغلط ايه شو يلا شو احنا ما انتقدناك بس لانه ماكو شيء شو الانتقاد اصلا بس شوف انا اتوقع يعني هذه انا جربتها في حياتي ان اصعب نوع نقد مهدي يسولف ضاري السؤال ترى هو انتقدك على فكره انت قاعد تقول ليش الناس يتحسسون يعني ويبلش يصير ديفنسيف اتوقع السبب الاساسي عند الايجو انا خاصه على قولت يعني شيء قريب من اللي قاعد يقوله حسون تخيل مثلا انا اجيك عبالي ان انا صايد ستايل عبالي ان انا مسوي ستايل هو الفرين اللي سواه في الجامعة لا هني انا ادري ان اي كروس ذا لاين فادري يعني اللي بيقوله خي يقول انا مو مسوي يعني مو مسوي هبه جديده انا ادري مسوي شخصيه فيلم فاهم يعني مو طالع بيها يعني هو مسوي فيلم يعني مستوحى من شخصيه فيلم اذكر مره واحد من الشباب كنا قاعد نتغدى بلف نيوز يانا مدخل نص القميص داخل وفي ستايل هذا واحد يبغى ستايل من وين طالع النص ثاني طلع الحزام مطلع من برا اوكي إيه فصاير على باله استعمل عبالي انه مبطل سحاب ومطلع نص لا لا هذا يعني كان ستايل بس يعني ما طول ويكند واحد ب 2001 ويكند واحد اللي صار يمكن 2015 شيء كذي فيعني كان سابق الزمن لا 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 وايد متاخر هو 2015 اوكي 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 يوم واحد قال له انه يعني شو هالحركه شو يقول لا ناسي زين ما كان على الاقل تقبل النقد بس هو اندقر هو جاي على باله مسوي يعني ستايل يمكن صدق ذاكرته نفس الاسم شو بسرعه ينزل الحمام يطلع ليش حط جديد دخل طلع فالايجو عندك راح ينطق يعني نفس الكونسبت اللي قاعد يسولف عنه عظوم انه انت عندك ممكن يكون منطقه هشه لما انا مثلا انتقد شيء فيك انت تدري انه مضايقك وتدري ان انت ما تحبه وانت نبهت الناس عليه هني راح اتضايق هذا ليش انا ما احب مو انا ليش الناس ما يحبوا الانتقاد يعني والله اتوقع مساله عزه نفس يعني كلنا نعرف نفس سميك اللي 15 واحد بالديوانيه كلهم اجمعوا من مختلف الخلفيات كلهم اجمعوا ان هذا انسان مو تمام بالعالم صار ازمه عالميه قاعد تزونه لا مو صدق هو ما قاعد يطالع نفسه بالمنظور هذا هو تدخل داخل يبغى نفس الغنف اللي انت قاعد عليها في يوم من الايام استضفت كان قاعد مني لا احد يحبه الكل متهاوش معاه ولا مره قاعد يراجع نفسه يا اخي والله احد هذه لا لا مصدق هالناس لما تقعد معاهم لما تتناقش معاهم هم ما قاعد يطالعون هالشيء قاعد يطالعون
اذا طعنت من الخلف اعلم انك بالمنى. أيوة. لا تخشى ان تمشي عكس التيار. دائما العالم ضدنا. بس نفس اللي قلت لك اياه قصه كراولي اللي اوه تبون تعدموني عشان كذي انا دافعت عن نفسي. انا دافعت عن نفسي. هم يطالعونها كذي. بس ترى انا احس ما في انتقاد بناء للامانه يعني. لا 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 ولا انتقاد احد يقدر يتقبله. لا شوف لا لا هو اسمه انتقاد. بالله في قول بودكاست ولك عسل على قلبك. هذا منتقد هذا منتقد. لا بيعطيك كرت بس بيعطيك كرت ما اخذ كرت والله. الانتقاد البناء لما انا اقول لك عن نقطه انت تقدر تطورها بنفسك بس قاعد تسويها زين مثلا قاعد تسويها 3/4 اقول لك لو تسوي كذي وكذي وكذي راح تصير 7/10 هذا انتقاد بناء. كم مثلث موجود عندك مني بالتاتو؟ 3. ارفع خلي يشوفون الناس بس. تلو تسوي 4 هذا انتقاد بناء. اشوف ما حبي صح صدق. شنو يعني هذا؟ هذا بالكنات تلين حرام. لا مو تلين حرام. حرام حرام. شوف الوجه الثاني حق الانتقاد ترى يعني اكثر شيء النقد يكون من المدرسين او الدكاتره بالجامعات او بكتب الدراسه بس هذا تاخذ انتقاده لانه هو قاعد يدرسك وهو اكبر دليل على النقد البناء. انت وقت تقدم ريسيرش ولا تقدم بحث ولا تقدم اي شيء هو حرفيا كل شيء قاعد يسوي قاعد ينتقد بحثك والثيسس مالتك. هو قاعد يقول لك انا جود جوب هاو اوفر يو كود هاف دون ذس بيتر كان من الممكن انك تغير هذا. هذه من العقوبات علينا ما يقولها كلنا نقولها. خلني ارجع على الشريط اللي براسي. فالنقد البناء هذا اذا ياك شوف من شخص خلينا نقول اعلم منك بالمحتوى نفسه هذا راح تتقبله لان انت تدري انه هو عنده حوصله من المعلومات اكبر منك. تعرف البوصلة؟ أنا يعني أنا البوصلة عارفة بس الحصولة ما أعرفها. أنا أعرف الحصوة. أعرف. أي شيء واو هاني حطهم. إيه. زين. ماكو ما راح تقول شيء جديد. قولها بالإنجليزي. زين. لحظة قولها بالإنجليزي. قولها بالإنجليزي. حصولة قولها بالإنجليزي. Total intellect. قول له هذه جمله مو كلمه. كيف خلى حوصلها حوصلها اصلا قاعد احاول لان تجي كم واحد قاعد يقول لك انجليزي قاعد ادور كلمه احنا عربي ما فهمنا. ارجع على دي. اوكي شنو تشوف الطريقه المثاليه اذا كنت تبي تخلي شخص صغير يسمع كلامك بدون ما تنتقده؟ غالبا اللي اصغر منك يكون اقل خبره ما يعرف يسوي نفس اللي انت تسويه فاكيد راح توجه له نقد. حلو. مو نصيحه راح توجه له نقد لانه يعني مثلا اذا انت في شركه وانت سوبرفايزر على شخص زين راح تقول له كلمه. فشنو الطريقه الصح اللي راح تخليه يسمع كلامك؟ وبنفس الوقت راح نرجع بعدين على نفس الموضوع شنو الطريقه الصح اللي تقول حق مسؤولك او واحد اكبر منك؟ اوكي او شلون تخلي اللي اصغر منك يسمع كلامك بنقد بشيء انت غصب عليك تسوي؟ يعني مثلا عندك اخوك الصغير مثلا لازم تقول له شيء لازم تواجهه. شنو الطريقه الصح؟ انا اقول شنو ايش يا شلتي لا بالقعده بالضبط تطيرج عليك انت ما تقول يسألك بعدين تقوم. إذا في أحد أبي جاوب قبلي لا تفضل أنت أردي بلشت أو يعني بغيت تقول فلا تنقطع. أنا أشوف شوف صاير طيب شو السالفة قاعد تقول لأنه ما انحقت لا الحين ما انحقت صار تقاطع قاعد أحاول أجرب أحاول أجرب والله وناسة. لا فكرتك حلوة اللي هي أن الحوصلة واحد أوكي قسم بالله لا لا قسم بالله والله آخر قاعد تقصني بسرعة لا لا يعني بدايه المشوار من زمان مو مصورين اي فليحين مو متمرس اني اتعود على المقاطع نقد الصغير اي شلون توجه له نقد او لو او لو في مره خدامه كذا اسن عليها كانت بايقه كل ما اكلمها اي طلعي اللي بايقتها ما او لو او لو بعد احنا بيته وايد بدري من او لو من او لو قاعد تعبد الهي ديت طهر البيت من بعد او لو والله بايقة او لو بعدين طلعنا قدامها بجنطتها ما شنو او لو هو يا برو شلون بطل يقول حرام اي خلينا نقول السوشيال كونستراكت انت حط الكلمه اللي تبي تكتبها تحت لاني ما اعرف شلون اقولها السوشيال كونستراكت يحدد طريقه النقد حق اللي تحتك. يعني انا اشوفها مثال اخوي الصغير ممكن راح اشد عليه بالنقد. موظف عندي تحتي ما راح اشد عليه نفس طريقه اخوي. فانا احس الاليه العلاقه تحدد طريقه النقد. انا عن نفسي يعني انا مؤمن لان اللي ينفع معي احس راح ينفع مع غيري. انا ما اتقبل اي نقد بصوره هجوم. اي نقد بصوره هجوم
منو ما كان الشخص اللي قدامك؟ ابوك؟ اي احد؟ مع ابوي على عيني وعلى راسي، ولو يقولها راح اسكر حلجي، بس ما راح اتقبلها لو يقول لي اياها بطريقه ايجابيه. لو يقول لي اياها بهالطريقه، لو يقولها بطريقه ايجابيه راح اتقبلها. انا طبيعي، حتى مديري مرات اسوي شيء غلط قول لي هذا غلط، لا تقول لي اكو واحد يشتغل كذي. حسون انت معناته مو الموضوع اللي قاعد ينتقدك عليه هو ان كنا قلل احترامك بالاسلوب، هذا اللي ضايقك مو الموضوع. مو الموضوع بس الفكره. بس انت قاعد تقول ان نفس الطريقه هذه انت مستعد تسويها مع اخوك راح تكون نقد لاذع. اي شويه ما ترضى ان احد يسويها معك يعني ابوك وانت. لا اخوي، اذا اخوي الصغير يعني اتوقع انت توافقني الراي، ما ادري اذا انت تلعب الدبل ادفوكيت. في مرات تضطر انك تسوي كذي علشان توصل لغايه معينه. يعني انا مثلا خلنا اقول لك مثال. يعني انا اقول ترى ما يهمك، لازم تجيب نسبه عشان تدش جامعه، لازم تجيب، وشوفه ما قاعد يدرس. ترى والله كنا نفسك، صدقني لازم تدرس، هم ما قاعد يدرس. تبي تصير زبال زبال، راح اصير مريض، راح اصير مرحله خلاص. تبي تقعد عاهه علينا؟ تبي تقعد ابوي يصرف عليك طول عمرك؟ تعال او عاهه. اي بس هذا يمكن هو اشتراك ابوي عندنا ابوي. بس هذا انت يعني جربت وياه كم مره بعدين رحت وصلت حق المرحله. اي بس وعلى طول نطلع. بس اللي انت سويته انت ما غيرت الاسلوب، انت بس شددت قوه الاسلوب. يعني المفروض تقعد معاه تعرف ليش ما قاعد يدرس، اذا تبي تنصحه او سوري مو اذا بتنصحه، انت هنا قاعد تقول له، انت مو قاعد تنتقده. لا انا قاعد انتقد انه ما يدرس. انت قاعد تنصحه، قاعد تقول له ادرس، مو قاعد تقول لا. انتقاد صديق. انتقاد اوكي، احنا مو قادرين نميز بين صح. انا انت انتقاد، انت قاعد تشوف سلوك مو تمام، تبي تقول ان هذا اللي انت قاعد تسويه غلط، اوكي مو تنصح في بديل. اوكي بس في شيء انا اسميه بديل الانتقاد. اوكي يعني اذا 150 دينار صح ولا كذا الحكومه الجديده هذا والله حلو اللحن والله زين. هذه بديل الانتقاد زين. فيعني مثلا خلينا نقول اخوي شارك في بطوله، شفت انه ارتكب غلط فادح، ادري انه هو احسن من كذي، فبدال ما اقول له انت حمار، انت شنو، انت متدرب مليون مره على الحركه هذه، فبدال ما اقول له كذي اقول له كم مفروض، والله كم ما ادلك ايده ايش كثر، انت مليون مره مسوي فيني الحركه، شلون سويت لي اياها كذي، والله ماكله انت، انت ماكله انت، هذا المفروض تذبحه. هم يدرون هذا لعبه قتاليه عشان لا يترجمون. هذا اسمه انتقاد مو نصيحه. انتقاد بس شلون تزخرفه، ممتاز حط فوق اشياء. هذه الحركه الحين ما راحت. مو هذا قصدي، في نوعين، عرفت النوع اللي يقول لك انت ما تقدر تشيل هالوزن، وواحد يقدر يقول لك شد حيلك تشيل هالوزن. انا من جروب شد حيلك تقدر تشيل هالوزن. هذا لا تحفيز مو انتقاد ولا نصيحه. هذا قاعد يدي، هذا قاعد يدي، والله صح كلامك. عطني دقيقه بمسك المايك اشرح لنا انتقاد والنصيحه. اوكي واذا تبي تحفيز والتحفيز والتحفيز هذا المشكله يقول عطني دقيقه، هو صار له طول الحلقه دقيقه اللي قاطعت. تفضل انت من البزنس داش، انت هذا انتقاد ولا نصيحه؟ خلينا نفهم الامثله، لان المشاهدين قالوا لي تستر صح. الله بس الحلقه هاي تستر يعني. ترى هذا بسرعه يخضع. شفت شلون انا صدمني شلون كلمه هذا لما يقولها، وشون صار عنده سنسر يسمع اذا هو احد. والله العظيم سنسر لو. زين مهدي. الانتقاد لما انا اشوف فيك خلينا نقول مهاره معينه بس مفروض تحط مجهود عليها زياده، راح اقول لك ابذل مجهود هني تصير احسن. حلو، قاعد انتقد فيك شيء انت يعني ما قاعد تستخدمه فل. اقدر اقول لك مثلا نفس اللي قاعد يقوله تو سيود، مثلا اخوه غلط بمكان حلو، فانا هني قاعد اقول له شغله كان ممكن يسويها احسن، فممكن هم بالانتقاد اقول له انا ممكن يتدرب عليها زياده دام نسيتها انت هني. ممتاز. مو قاعد انصحها من اكسبيرينس، لان دائما النصيحه يعني في مقوله يقول لك ان النصيحه دائما تكون مو حق الشخص اللي قاعد تقول له اياها، حقك انت بذاك العمر، فهي دائما عن تجارب شخصيه. ممتاز. صدقني تزوج مبكر مو شغلك. اذا نصحت واحد اكبر منك، هي مرات ترى مرات تقدم نصيحه مو اكثر منه. اذا مو بمجالك مهدي، مو مجالك يعني، مثلا انا مو لاعب فنون قتاليه حلو، بس افهم شنو اللي صار، وين الغلط اللي صار قدامي، تقدر زي. فمو قاعد انصح نفسي انا بذاك العمر. لا انت ما قاعد تنصحه ولا قاعد انتقد سلوك شفته قدامي، شفت انه في غلطه، هذه الغلطه ادت الى خسارته. انا مثال راح انتقد الحركه اللي سواها، بس راح احط لها زخرف. هذا اللي قاله. اذا اقدر بقول لك شيء، التعريف هذا ضايع، ما هذا اللي توه قلته. شو انه يصور ضايع منهم تنوح بالبودكاست.
هو بس عظمه عريض. هذه هذا الامتحان وايد يحطونه هذا. والله كنت انا قلت عظامي ما ادري شنو عظامك عريض وزنك 140 شنو عظامك عريض هو عظامه عريضه وشوي ضخم شوي ضخم. لقد اعتمد الاولين على توصيل الحكي للاعلان لكنه لم يكن كافيا لانه دائما في واحد اي ما حد قال لي. فاخترع العلماء بذاك الوقت هذه الاليه حتى يفتكوا من حنه هذا اي ما حد كا. استخدموها للاعراس والمناسبات وحفلات التخرج وصولا للبنك، لكنك بحاجه تلسكوب كي تراه وانت في الشارع. فاخترعوا اللوحات الكبيره وقد كانت فعاله، لكنهم احلبوا سالفه لستين سنه حتى فقدت رونقها واصبح العميل يمر بجانبها وكانه يمر امام مرت ابيه خائسه وداثره. لكن ماذا لو حركنا البعير ووضعنا عدا تنازلية ونقلنا بثا مباشرا؟ وهذا ما فعلته M2R. شاشات كشخة عبر القارات بكافة المحافظات حتى تضمن هذا وهذا. Oh my God, I'm by, I swear. والله ما قصدك. وهذا تقنيات حديثة لقياس عدد المشاهدات بوسط التجمعات وليس أمام جمهور لا تريده. M2R كلهم راح يشوفونك. شوف التعريف الفعلي حق خلينا نقول الانتقاد الكريتيسيزم هو اظهار عدم الرضا بشيء او بشخص. حلو. فانت لازم تظهر انه في شيء مو عاجبك. استياء. اي اي استياء صح. اخي اقسم بالله ضايع بالعربي بدون لا ترى ابراهيم يصلح حق حسام. شلون ما ادري طول عمرنا يا حسام. اي طول عمرنا انت قلت كلمتين راح تبدل انظر. زين هلا ارفع دشداش تنكسر ملابس. لا لا شنو دشداش ودلاق على برشلونه؟ اي نعم. يلا اوكي استر الادلاغ استر الادلاغ. يعني تعريف الانتقاد هو اظهار الاستياء عن شيء او شخص. حلو حلو. فانا لما اقول لك انا مو عاجبني مهدي هذا انتقاد، او انا مو عاجبني اللي قاعد يسويه مهدي. اوكي صديقي هذا انت قاعد تعطي راي مو انتقاد. إيه؟ هذا تعريف الانتقاد. لا مو عاجبني راي. انت قاعد تعطي راي يعني هو اظهار الاستياء. زين لحظه يا ربع، حتى الانتقاد انت هو جزء من راي. سؤال أوكي. انت كان رايك ان اخوك المفروض يسوي هالحركه. انا من رايي من رايي انك المفروض يسوي شيء ثاني، فلازم اوجه له انتقاد اعبر من خلال مو رايك انت. يعني شوف في فرق بين ملاحظه وراي. الحين وصلنا قاعد نتفلسف. لحظه صح انا قاعد اتفلسف. في ملاحظه وراي. يلا انا بس اللي ابي اوصله الحين شلون توجه النقد حق واحد اصغر منك وواحد اكبر منك. طق على انا اقول هذه خالصين منها. بس المصيبه اذا واحد اكبر منك. اي اذا واحد اكبر منك شلون تقول صعبة. انت وايد مثلا تشكيلي من ابوك. لا لا بس لا 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 ما عمري والله يا عمري يا ابو حمد ما حصل يا ابو حمد. اي اي شلون توجه نقد لواحد اكبر منك مع العلم. احنا مصدقنا طرناه يجي البودكاست يعني وعطلنا التصوير نص ساعه عشان اعطي مثال هو يجاوب. اعطي مثال هو يجاوب. انت بنك قاعد ويمك ريال كبير كان يشغل فيديو صوت عالي. انت الحين تبي تنتقد على صوت والله الخير والله يقوم الدنيا ما قاعدها هو على ما يسمع نقدك. ها لا يعني معروف ريال كبير خليه يسوي عادي وحاطه مدهون. اتوقع انت تقصد مو بس كعمر، حتى مثلا كمنصب كقوه ك اي احد فوقك اكبر منك بالعمر او كمنصب اعلى منك. لا هذا يشوف انه فيها خطوره. تذكر في دبليو دزيت لك اياه 48 لوز اوف باور. يس تذكر الشابتر الاول شنو مكتوب؟ نيفر اوت شاين ذا ماستر. نيفر اوت شاين يور ماستر. اذا درى انك انت عندك مهاره احسن منه راح يتحبل لك، راح يحاول يأذيك، راح يحاول يحسسك انك انت مو زين او انه يحاول يتخلص منك. على فكره هذا من يعني احلى الكتب، وانا ما اقرا وايد ان شاء الله اسوي هذا شوف، بس صدق من اقوى الكتب اللي يغير فكرك باشياء وايد باشياء وايد. بس حبيته مشكور. انا لما احد يمدحني انسى الموضوع. انت اعطيتني اياه، انت مو كاتبه. هو اللي حق الكتاب. انت صح قلت لي عنه الكتاب وايد. لو انا كاتبه شكل صار فيني ما في قاعد وياه اتوقع. زين في سالفه صارت. في سؤال. لا في سؤال على السؤال. على السؤال على واحد كبير صح؟ ولا هو دائما تكور انه واحد كبير بالسالفه. لا 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 مو واحد. هو من المثال اللي دوه مال البنك وانا ما يدري السؤال. شلون تنتقده؟ شلون تنتقده؟ هي صارت سالفه مره حقي، بس انا للامانه ما ادري شلون تعاملت فيها. الحين اقول لكم اللي صار وقولوا لي هل صح ولا لا. بالدوام في احد المكاتب قبل كم سنه، مو مكتبي الحين،
عشان لأنه هو كان مسؤولي، بس مو مسؤولي هذا حاليا. حلو. المهم ياب صاحبه، ياي صاحب الدوام على ابو النبي يمشي شغله. ممتاز. كان يقول عدنان هذا فلان الفلاني يمشي شغله وكذي، قلت له اوكي يا لي وكذي، هو ما كان عندي احد يعني. المهم قاعد اسوي شغله وكذي، الكمبيوتر علق. تدري بعد كمبيوترات الحكومه سيستم واقف، الكمبيوتر معلق، سيستم واقف، تليفون مفصول، كل شيء. المهم طولت وياه على ما يعني الحين قاعد اشتغل ولا يعلق مره واحده. كان يجي لي كان يقول لي ها لحين ما خلص شغله؟ قلت له الكمبيوتر علق. حلو. كان يجي كان يطق دقمه ويسكرها. الحين بقول لك شنو الدقمه. يطق الدقمه ويسكرها. قال كان اقول له ابو فلان ايش قاعد تسوي؟ كان يقول لي قاعد اسوي ريستارت. قلت له هذه دقمه الطابعه. الكمبيوتر تحت. والله هذا مدير، هذا المسؤول. اسمع اسمع اسمع، فينا مدير يعني. اسمع اسمع ما خلصت. اسمع شنو قال لي؟ قال لي اتدري عدنان بالياباني يشغلون الكمبيوتر من الطابعه؟ هذه نفسها نفسها عبالي البودكاست الاسبوع الجاي. انا شنو رديت عليه؟ قلت له صح كلامك، ما اقدر بعد خلاص اصاحبه قدامي ما اقدر اقول له شيء. ما اقدر اقول له شيء. شوف انت بحكم بحكم ان انت ما جربت القطاع العمل، خلينا نقول اللي هو من 7 ل 2 القطاع الحكومي والخاص، وايد صعب، وايد وصعب تنتقد مديرك او مسؤولك. انا اشوفها مستحيل للامانه يعني. هل في مره انت انتقد مديرك؟ انتقد. لان شلون تبطنها؟ شلون ما تقول لها دايركت؟ شوف اول شيء ما راح تقول لها ان بابليك فور شور 100% بينك وبينه. هذه اول نقطه. ثاني نقطه تكون بصيغه سؤال، ان مثلا انا اشوف هذا امن اي ان كنا في فكره، وكثر ما تقدر حتى لو هي فكرتك بحته عطى اياها ابو جايه من مكان شفت هني بهالشركه مسوين كذي فيها الشيء ما يفيدنا 100%. تعطيها اياه هو يقرر، مو تقول له اللي قاعد تسويه غلط. 100% اتفق وياك. انا يعني مديري الحالي علاقتي وياه من عسل. كان عندي مدير سابق بشركات سابقه اشتغلت فيها. كان نظامه وايد سيء بتقليله للموظف. لي يوم الاستقاله انا هني واجهته، بس طول الايام كنت قاعد ابلع موس وساكت. كان نظامه مثلا يطلب منك 6000 شيء، انت سويت 4000 شيء، باقي 2000. فيك يسألك عن شيء رقم 5000، انت ليش ما سويته؟ يعني انا لازم اسوي كل شيء بنفسي بهالشركه؟ لا لا، انا عندي 6000 شيء قاعد اسوي، بس اسكر حاجه اقول له ما عليه حاضر الحين اخلص لك الباقي ان شاء الله. سويت فيه مرحله انت تدري انه بالنهايه هو انت بيده، انت بيده، انت 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 بالتشين ماله، انت بالاورجنايزيشن مالته، هو يحدد شنو تقول. فصعب جدا اطلع غلط باي شيء إن كان. وانا ايد مهدي وايد، أنا إذا عندي فكرة حتى، وإذا عندي راية، وإذا عندي شيء كنت ما أقوله دايركت. كنت على قولتهم مرة شفت دوكيومنتري يتكلمون عن شلون بدال يعدون بالحبة يقيسون الوزن ويسوون له ديفيجن. كنت شايف ما أدري شنو يسوي شيء، لقيت هالشركة دزت لي بروبوزل. بس بصدق أنا فكرتها لازم تبطنها يعني. أبطنها مرة شفت مسؤول حمار بفيلم. اي فانا ايد انه صعب جدا تنتقد الاكبر منك الا اذا انت مستعد ان تواجهه ومواجهه انا صريحه. يعني هم باحدى الشركات العديده اللي اشتغلت فيها كان عندي مديره، ف يعني والله العظيم يعني استخدمت معها كل الطرق، ان اجيب لها اياه على قولتك انه في فكره كذي، في احد مسوي كذي. الانسكيورتي عندها مليون، فلو شو تسوي؟ لا نسوي كذي ونسوي كذي ويطلع ولا احد يدري عنه. خويا حلو. بس انه تسوون على طريقتي انا مديره. وتقول حلو غصبا علي، وتقول غصبا علي، وتقول حلو. اي ويعني يعني مره شوي تراسلت معاها كان شوف حالك. مغتم وافتر من شركة إلى شركة. أشوف السيارات. شوف أنا باعتقادي أن الأوادم كلهم أي شيء يسوونه في حياتهم هم ناطرين The Big Three، واحدة من الثلاث أشياء هذه أو كلهم مع بعضهم. ناطرين تقدير، ناطرين يلفتون نظر الجنس الآخر، أو ناطرين
احساس شوف. باهميه لا احساس باهميه احساس باهميه صح. اي تبي تحس انك انت مهم مشارك بشيء ما تحط العائد بوحده منهم لا اتكلم من ناحيه نفسيه شنو اللي تبيه اوكي اي فاذا احد انتقدك انت راح تحس انك انت مو مهم راح تحس انك انت فاشل. ما تقدر تلفت انتباه الجنس الاخر هذه الاشياء موجوده عند كل الاوادم تبي تحس بتقدير تبي تلفت انظار الجنس الاخر او يمكن تتجنبها وبس غالبا الناس يعني كل شيء مبني على التكاثر والعياذ بالله وتبي تحس بالأهمية اي صح فالطريقه المثاليه هي بدال انتقاد لان احنا موضوع الحلقه عندنا بيتكلم عن شلون تخلي الناس يحبونك شلون تجذبهم صوبك فاستخدم الاطراء يكرهون الانتقاد هذه حقيقه خاصين منها منو ما كان الأوادم شوف حتى واحنا واعين فاهمين ان في مصيبه بالانتقاد ندري ان الناس ما يحبون حتى وانت عارف الفكره همتك ما على مقابل ما تقبلها صعب صعب تقبل الانتقاد وفي انتقاد سلبي شنو سيود في طريقه انتقاد يعني انا ما ابي ابين اني انا ما اسمع انتقاد او نصيحه اي مسمى تبي تسميها من احد انا اسمعها ولا قصدي ان انا شايف نفسي ناجح بس في طريقه انتقاد تنرفز في طرق انتقاد وموجوده وايد يعني سواء بالعوائل ولا سواء بمكان العمل الانتقاد اللي الهدف منه الانتقاد بس هذا انتقام انتقاد كيدي يعني انا ما ابي انتقدك عشان تتعدل نفسك انا بس ابي انتقدك إيه؟ سواء ان مثلا انا اشوفك وايد شاطر بهالشيء او وايد قاعد تسوي شيء زين انا بس بنتقدك لان انا يمكن فيني نقص اي بالضبط او يمكن عشان انا احس عشان انا احس ان انا احسن منك إيه هذا اللي ينرفزني انا لان بالبدايه قلت ان انا ما استقبل اذا واحد مو انجح مني انا 6000 مليون واحد انجح مني بالكويت يمكن انا انجح والله بس يمكن انا اشطر من خبازين الكويت بس قسم بالله باجي كل من انجح والله مني والله العظيم عدنان انجح منك انا متاكد هذا انتقاد ولا عشان نعرف هذا انا اللي اصيح عشان يا سيدنا الفاضل اركض يا سيدنا الفاضل اي فانا قصدي انه في ناس وايد تنتقد مرات عشان كذا اقول طالع بنظره انه انت ليش قاعد تنتقد انت ما قاعد تسوي اللي انا قاعد اسوي انت ما تعرف انا ايش قاعد اسوي مع ذلك انت بس تنتقد نتفق ان شنو ما كان الانتقاد بمحله ولا غير محله هو مؤذي ومزعج ويتطلب من الواحد انه يتخلى عن عزه نفسه وهم يعتمد قدام جمهور بروحك انت معاه يتخلى يتطلب انك انت تتخلى عن عزه نفسك عشان تسمع النقد هذا لان تحس ان كنا هجمه مباشره انت راح تكون وضعيه دفاع غير عن لما واحد يبطن لك اياها صح اي لو ما انت قلت يعني الواحد يجيب لها على طريقه اطراء بناء خلينا نسميها وما ادري شلون اطراء لما تشوف يعني شوف هو اجين ارد لك على موضوع الحلقه شلون تكسب الاوادم واستلهمت موضوع الحلقه هذا كله من كتاب ديل كارنيجي اللي هو معلمك بوب رختر ما شو اسمه الله رحمه الله مات مسيحي عاد ما ادري شنو راحت عليه زين طبعا انت شايف زين اللي هو كتاب هاو تو وين بيبل اند جين اند ما ادري شنو انفلونس زين فعنده كتاب حيل مثير للاهتمام ما ادري متى كاتبه بس الكلام اللي كاتبه يطبق للحين مع كل احد فموضوع انك انت تعطي اطراء للشخص اللي قدامك انت تضمن انك انت كسبته صح وطبعا في فرق بين اطراء ومجامله اوكي مجامله تكون خايسه مو صجيه الاطراء انت من صدق قاعد تحاول تشوف شيء زين باللي قدامك حتى لو كان راسم رسمه خايسه وانت مو رسام بس قاعد تشوف الرسمه هذه قاعد تحاول تشوف انه والله الوانها حلوه مبرمج نفسك انك انت تشوف هذا الشيء الطريقة المثالية انك انت تحاول تفهم شنو اهتمام الشخص اللي قدامك وتحاول تلعب على وتر اهتمام الاوادم انانيين الاوادم كلهم والله انانيين يعني احنا كل فتلعب على وتر الانانية اللي موجودة بالادمي everyone thinks he's the main character اكيد and he's the main character كل واحد هو عند روحه هو بطل قصته وما الى ذلك بس لما تشوف مثلا في احصائية طلعوا فيها بس المخرج اكيد راح يساعدني فيها بعدين بالمكالمات كم مره الواحد قال انا وكم مره قال انت يعني 10 تو 1 شيء كذي انه 10 مرات يقول انا مره واحده انت فكل واحد يهتم بنفسه لما اصور صوره جماعيه هي اوريك اياها اول شيء بشوف اشوف صورتي على طول عينك راح تطيح على روحك انا حلو ولا مو حلو صح فلما تلعب على وتر الانانيه بالشخص اللي قدامك مو انك انت بس ابي اكسبه لا انت من صدق يو شو انترست تبي تورينا انت من صدق مثير للاهتمام تسمع الموسيقات اللي يسمعها تخيل لو كلنا مثلا قاعدين كذي في دائره وكل واحد فينا راح يشغل اغنيه وكلنا راح نقعد راح نسمع اغنيه كل واحد فينا ترى غالبا انه ناطر دوره متى انا اشغل اغنيه ويبي يسمع ذوقك حلو شنو هالاغنيه العجيبه فاي يبي الاطراء يكون صوبه هو صح. بس ما يوري الاهتمام الصجي زين لما تهتم في الموسيقى الثانيه اللي الثانيين قاعد يحاولون يشغلونها زين وتحاول تحس في احساسه هو وشنو اللي قاعد يشوفه راح تلقى الجمال في هذا الشيء لما يكون جنون لما يكون من صدق
أنت مهتم في شخص قدامك. فهناك فرق بين التسليك والتسنيك. التسليك والإطراء. خل كمل مقولتك أنت يعني قاعد والله شنو شوف كلامك صادها صادها بس ماكو شيء. مصيبة شنو أنا كان قاعد يشوف ترى كلامه وايد وايد مرتب. تخيل إنه ما حد تكلم ما حد قاطع إيش شيء. ليش اختم اخذ معه؟ لا لا على على هالطاري ذيك المره كنت جايله في موضوع جدي نبي نطرد واحد من ديوانيه. ف ما شفت شيء سولفنا على الاغاني كان اقعد اطحن عليه بالتكنو والله وايد بعيد والله مسكين كان قاعد يسلك ما ادري عاد قاعد يسلك ولا قاعد يسلك للحين ما ادري. لا انا اقول لك انا اقول لك والله قعدنا من الساعة 3:30 الفجر ل 11:30 الظهر. الظهر يعني 7 ساعات. 8 ساعات. إيه 8 ساعات. ساعة ونص منهم مؤامرة والباقي أغاني. زي الباقي كله أغاني. ما أعتقد ما أعتقد قاعد يجامل أو قاعد يسنك. ما حد يجامل الساعات هذه. إيه. لا 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 كنت من صدق مهتم في الموسيقى يعني الموسيقى جانب كبير من حياتي ف وأدري إن هو شاطر بالموسيقى فبيسمع شنو اللي هو قاعد يسمعه. شوف هذا الطاع يازلك شوف أنا أدري صح. ومن صدق نوعية الأغاني هذه من قبل ما أسمعها من عندك كنا ميلاني صديقنا زين ألهمني إني أسوي موسيقى فابيو. سامع موسيقى فابيو حاط فيها عناصر إيديان فأحاول ألاقي الشيء زين وهذه مشكلتي الأساسية مع الأوادم اللي نقد الأفلام وما أدري شنو هذا ليش مو راضي تشوف شيء الحلو يعني بغض النظر عن اذا كان في فيلم مثلا اجنده واشياء واضحه وشيء اللي انت صدق ما تحبها مثلا هذا بس ليش مو راضي تطالع الشيء الحلو الاكسلنس اللي موجود في قطعه الموسيقى ولا في اللوحه الفنيه ولا لما طالع فيديوهات سيود يا اخي تحس انه مبدع مبدع يا الله شلون يشخبط ويرسم الكريدت لا ترى خرابيط شغلي والله ترى خرابيط هذا اللي بده زياده عرفت في شنو يسمونه هذا انه اللي صدق تعطيه اطراء تو قلت لك تو قلت لك فور كومبلمنتس فيشينج اللي هو اي تو قلت لك اذا واحد قال بالديوانية انا غلطان كلهم لا 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 محشوم والله اي لا في الاقوى مثلا اقول لك مثلا والله شهود مسلسلاتك عجيبه لا شيء على قد اللي قاعد اسويه يا جماعه ناطر بعد روح داخل مقام اسمع ما اسمع شق بلوست بس شوف احنا يعني كحيوانات بشر مثلا ما ادري ايش بعد اسوي لا لا ديبونت خلاص ديبونت بس صدق احنا كبشر يعني ما ليش عندنا الشيء هذا يعني مثلا لما ارسم لك صوره ايش حالاتها وما شنو بس فيها نقطه حبر انت راح تهد كل شيء راح تشوف نقطه الحبر يعني احنا وايد نركز على الامبرفكشنز صح يعني اوكي مثلا ترى صديقي هذا كل شيء موجود يعني مثلا لو تلقى 1000 كومنت حلو وفي كومنت واحد بالضبط. خايس انت راح تركز على الشيء الخايس صح من دون انا ما اسولف يا عبو وايد اركز على حواجبه ما ادري صح معنى وايد الغلطه الوحيده مو شوف مو قادر شوف الحين ركزت على اليمين شوي الصح الوحيد فينا نفسنا ايدين ريلين بس الباجيك شوف لان ترى وايد اسهل تو بوينت الاشياء الغلط من ان انت تكون مرتاح مع الموقف نفس اللي سويته وقاعد يسولف عنه مثلا رسمه خايسه بس الالوان حلوه زين استمتع بالالوان لا انا ابي اقول ان في نقطه هني لان فيها بارت هم ابي هذا يقول عني ان انا اعطيته ملاحظه هم عايده علي انا من شيء الانانيه اللي بالانسان هو شوف هو الانانيه شيء زين بس احنا قاعد نوظفها باماكن غلط صح يعني هي تفيدك بوايد امور وانت محتاجها كبني ادم بس وايد سهل عليك ان تقول مثلا صوت ليش شلون نزل هني انت سويت اغنيه من قبل صح هذا سوى اغنيه مثلا خلينا نقول هني ما توفق بهذه من صديق سمعت اللحن شلون يا عمي خربوطه هذا انت قاعد وترى تصير عاده تصير عاده عند الناس اي يعني شو على موضوع الانانيه منو فيكم شاطر بالسيلز انا اسوء انسان بالسيلز بس تاب موجود هذا راعي سيلز هذه ترى مشكله ازليه عند الاوادم اذا بعطيك مثال شايفين فيلم وولف اوف وول ستريت معروفه سيل مي ذا سبن فذكر لما شفت مقابله جوردن بيلفورت الصجي زين يقول لك كل اللي قاعد يسالهم قاعد يقول لنا والله هذا القلم عجيب هذا ما ادري شنو فكنا متعلق الموضوع بالبياع اللي قدامك مو غبي ورا شلون تفيده هو تروح له مثلا انت كاتب انت رسام انت خطاط اوكي ايش كذا كذا ماشي خلي الموضوع يس. متعلق فيه هو في مقوله بالسيلز يقول لك ان الكاستمر they don't care until they know that you care
يعني لازم تبين له ان انت مهتم فيه عشان هو يهتم باللي انت تبي تبيعه. انت لازم تسمع بالبدايه هو وين رايح، سالفه القلم انت شنو على قولتك، كاتب ترسم، خل اسمع صدق اول شيء، مو انا اسالك واسحب عليك. انا مره بوحده من الوكالات ما راح اقول اسمها قال لي شنو سيارتك، قلت له سيارتي سياره الفلانيه، قال لي حلو، قاعد يسولف معي قاعد يسولف معي، كان اقول له ايه لان انا الموديل القديم، يقول لي اه عندك نفس السياره، تو قبل دقيقتين قايل لك انا عندي سياره، انت سالتني ما سمعت انت بس ناطرني، ورد عادها بعد مرتين زين انت مو قاعد تسمع، يعني انا اي شيء عادي اسبك بالنص انت راح تقول لي انا ما قلت لك هذه 6 سندر تي لوني حافظ هو ما قاعد يسمعني يعني تي لوني. ذكرت واحده كانت معنا بالجامعه، احنا قسم انجليزي شيء وايد شباب بنات وجروبات وشيء، يعني احنا الكل زين، فواحده متبرمجه ان انا انكت وكذي وشايف فيديوهات باليوتيوب، فما ادري شو قطيت قطه كان هي ها 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 شو استوعبت بعد ما تدري شو قاعد، بس انه المفروض اي جمله يقولها بيجي هذا الحجر تبطل انا اضحك بس هذا الحجر تبطل اضحك. هو شوف شيء حلو، يعني انا اشوفه شيء حلو الاطراء اذا واحد اعطاني اياه على قولتك لو يزخرف. الاطراء اغراء معروفه سيود قال حط مع الاحصائيات فقره كوتس التسنيك خير من التسنيك. نعم زين ف اي نعم اجنده والله كنا اجنده والله خربت والله زين لا شنو اجنده يلا مو اجنده انا ودي اسولف شنو والله اي لا على سالفه الاطراء وشلون ان الناس تحب تتكلم عنها اكثر وتساعد بهذا الشيء. واحدة من الأشياء اللي مثلاً تعزز لي أكثر، أعطيك مثال حي، أنا الحين مثل ما قاعد أدرس حق تطوير النفس، قاعد أطور نفسي وكذي. بابا شي في يدك هذا؟ خلاص كمل آسف والله والله بس 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 لا والله والله كمل إيه بس باختصار قاعد كمل قاعد كمل اللي كنت بقول إن الإطراء شلون حلو أن حتى وقت مثلاً شاركتكم أن قاعد أدرس وعندي امتحانات وكذي، أغلبهم قاعد يقولي أنت تقدر أنت تقدر وكذي، حتى لو أنا متوتر أقول نظرة الناس فيني تخليني راح أشد حيلي أكثر بس عشان لا أخيب ظنهم أو مو لا أخيب ظنهم، أبي هذه الصورة اللي هم يشوفوني فيها تتم موجودة ما تتغير. فمثلاً عكس تماماً لو مثلاً مهدي يقولي يعني تنجح ولا تسقط مو مهم، انت اهم شيء عندك وظيفه، شو تقول فارقه انت تشيف تشيف عشان حياتك ياثر غير لما الشباب يقولون لا لا تقدر انت تقدر لا انت تقعد تدرس تقدر تسويها، انا من داخلي بيني بنفسي اقول شباب يشوفوني كذي انا لازم اثبت لهم ان انا صح مثل ما انتم تشوفوني. الاشياء اللي تاكد كلامك اذا طالع مباريات NBA ولا كره قدم، لما واحد بيشوت بلنتي الجمهور اللي ورا اذا انت مو بملعبك قاعد يسوون حركات بويوهم قاعد يرفعون رايات بيضه قاعد يشتتونك، احتماليه انك تبوش وايد اكبر غير على لما تكون بملعبك كلهم قاعد يشجعون ومتاملين وقاعد يصرخون وان انت خالص الجول لك الجول لك تزيد من الثقه وما تبي تخيب خلينا نقول او ما تبي تغير الصوره اللي هم قاعد يشوفونك فيها. فانا وايد ايد طريقه الاطراء، اذا في اي احد يبي ينصح ترى قلبي مفتوح اتقبل اي مديح برايفت مبطل للاطراء فقط مو بزنس انكويريز كومبلمنت اونلي. شنو الافكتيف اكثر الاطراء ولا التحدي؟ حسيت قاعد يقول اطراق ما ادري ليش يعني مثلا ان مثلا انت هو اطراق بالمصري اي صح اي الحين يلا بيك تسولف عطك دوره يعني يعني مثلا اقول لك اي تقدر تسوي ما شنو ولا واحد يجي بسرعه بوكرت عيد 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 ولا مثلا اقول ولا اقول لك ولا اقول لك مثلا انت تخرج انت خرجت على فانت تبي تتخرج عشان ايوه اه اذا حافظ ترى هذا شيء صدق وايد حلو. التحدي يحفز فيني وايد، بس اذا شخص يعني انا يعز علي يقول لي انت راح تفشل ولا شيء كذي ترى 50-50 يعني احتماليه إيه؟ نجاح الطريقه هذه 50-50 غالبا اذا واحد تكرهه وقال لك كذي ومفيد مفيد صح جدا صح. هني انت إيه؟ تدوس على نفسك اي هذا على قولت مايكل جوردن اي توك ات بيرسونال لان تحتاج اوادم كذي عشان بس تتذكرهم وقت ما تبي تفشل انه مو معك انت يا كلب راح اذكرك والله إيه؟ تدري انا مره مريت بموقف نفس هذا وانا بالجامعه لي ثالثة جامعة وتذكرت شخص قال لي إنه يعني أنت عبالك داش هندسة بالتخرج فوأنا بنص متقلقص بالجامعة فكرت إنه كيف النمر يعني لا مليون واحد تخرج لا في سمعة إن أنت يعني أنت مثلا شايف روحك بتخرج على قولتك إذا في مليون واحد
فانت تفكر ان انا اقدر اسوي هالشيء. وانا متغلغص بالجامعه قاعد يصير فيني اللي صار حوار داخلي انه بتخرج عشان اثبت له، كان يقول هذا اصلا طايح حظ. هذا اصلا طايح، ليش بثبت له؟ زين افرض انا تخرجت عشان اثبت له وهو مات قبل لا انا اوري الشهاده، ايش راح اسوي بالشهاده؟ والله حسابه. لا لا تحتاجه كدافع، شيء موجود بداخلك انت، حتى لما تدري ان قدامك شيء ما وصل حتى 10% من الاشياء اللي انت سويتها، بس تبي توريه شنو الفرق بينك وبينه، تبي توريه فرق المقامات. ابي هذه حق اي شخص، بس انا وايد ارفض او يعني ضد فكره ان تكون من الدائره القريبه مني اللي هي مرتي امي ابوي ربعي القراب، ان يجيني هذا الاسلوب منهم. للاسف هذا راح يحطمني اكثر من هني، راح يكون ستريس. اي راح يحطمني اكثر من راح يبني. خلينا نقول اذا ياني من شخص، خلينا نقول يقعد وياي بالديوانيه، يا عمي انت تنجح، راح اوريك من راح ينجح، راح اوريك. بس لما تيجي من دائرتي القريبه ما راح تيني بنفس الطريقه اللي تيني من شخص ابعد شويه، فانا كلش ما ايد هذا الاسلوب. هي راح تيجي تروما من دائرتي الاولى، راح تيجي صدمه، خاصه اذا انت صغير وقالوا لك شيء وجهوا لك كلام، هذا عادي يطبع بمخك خلاص للابد. بس ممكن يساعدك، يعني انا اول ما بلشت مثلا اسوي فيديوهات وكذي، العائله كلهم ضد، كلهم اجينست، اسره مؤمنه وما ادري شنو، ب 2010 قاعد تصور ما ادري شنو، فاللي قاعد تسوي غلط. 50-50، يا واحد ينكسر وخلاص بس يخاف طول عمره، او انه راح اتحدى. وعشان تتحدى انت لازم توري المجتمع كله ان انا زين، ان اعرف اسوي، اوكي؟ لما المجتمع يسبب ضغط على المجتمع الصغيرة ويقول اوه ليش كان عاند احنا؟ كل الناس قاعد يشوفونا تمام. تذكر اللي عدناها 100 مره ذا جاي اون ذا بيلبورد؟ اي انا اقدر اطبق نفس الانالوجي، مشت وياك، ما اقول انها ما تمشي مع ناس. بس لو تبي تاخذها كنسبه وتناسب، اتوقع اغلب يمين صوبي 50-50، اتوقع وايد اقل. اتوقع الاغلب نفسي يتكسر اذا دائرت، يعني مثلا اذا ابوي انت تخرج من امريكا، انت فاشل، انت بالكويت يلا يا دوب تخرج من الثانويه، انت بتنج... انت تسبب انت تسبب تروما، تسبب وايد راح تسوي تروما ستريس. انا اصلا اشوفها يعني لو مثلا ابوه قايل له كذي، حتى لو يتخرج في مشاعر حقد وكهرباء لما تخرج عشان اثبت حق ابوي. زين ليش 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 حلوة. ليش بتصير بعلاقه مع ابوك؟ إيه؟ اثبت حق ابوك. حالات الدائره اللي قريبه تخيل ابوك وبعدين يصدمك ابوك ويقول لك انه هذا اللي كنت ابيه، وصلت لك يعني والله شوني ما قلت لي ادير بالك راح اقول له يعني حرام عليك اللي سويته، ليش عيشتني كذي؟ اوكي انت لا تحسسني بتأنيب ضمير، لان هالتكنيك انا سويته مع اخوي مره اول ما طلع من الجود، وقلت له انت لوزر، راح تم لوزر. والكلمه اذته يمكن 3 اشهر ما يكلمني، اعطيته 10 دنانير بعدين ردين. بس ايش كثر قاعد يتمرن وشد حيله، بس عشان يثبت لي اني انا من صدق من صدق اي اجتهد انا اقدر. يعني وصلت للكلمه وانا مو مستاء منه، مو بس ادري ايش كثر راح يتعور منها. تدري يمكن انت اخوك ويل بي تريجرد من هالطريقه هذه. اي الطريقه مشت معي انا لما شفت في ناس ضد، وكثر ما كانوا الاوادم قراب منك الافكت يعني 50-50. انا كانت جامبل بالنسبه لي، يعني مقامره. فنقدر نقول ان انت بناء على التجربه اللي مريت فيها وشفتها ناجحه، ايه؟ طبقتها على الرأي. ايه؟ بس احتماليه يعني شب كتب، ما تدري شنو يطلع 50-50. واللي انا ما ايده ان هي ما احسها 50-50. انا احس يعني لو تسال شبابني الدائره الاولى، انا افضل ان دائما تكون ايجابيه، الا اذا انت، انا اسف قصدي يعني اذا انت انسان انا اسف عليك ما فاشل، وهم يقولوا لك لا انت زين، هذه مصيبه، انت تقدر، هذه قبل المصيبه. بس اذا انت بالفعل هم يشوفونك انسان قاعد تجتهد، ما اكسرك، مو بالعكس اعزز لك. حسين اجين يعني اهلك ما راح يقول لك كذي الا لان هم يشوفون ان الشيء اللي قاعد تسويه فشل، او يمكن فكرهم نفسه يود ام كبروا امهم وابوهم كانوا نظامهم يعني فاشل، اي لا لا فهم يو حقي او يو حق العيال، مو حقي يعني امي وابوي مو كذي، يو حق عيالهم وقاموا يستخدمون نفس الطريقه، نجح وياهم هم ابوي مجري. بعدين اشوف دز لي مسجات، لا لا بس خرب بيوت السجن الاول مع مرتي، والله بس السجن كبرت صرت مع امي وابوي، السجن الجاي ان شاء الله مع بنتك، والله بس يا ام ابو حسين والله العظيم ما نسمع غير المديح والله، ويسولف لي عن البشوت وانا ما اخذ بشوت. السجن طاق مرتي انا كسرت عينك دعتك مع امي، الحين امك وابوك انت وين توصل؟ لا 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 والله حسون اللي انت قاعد تقوله هما شيئين، يعني يا انه هو واعي انه ابي استخدم هالاسلوب معاه عشان اطلع احسن شيء فيه، بس اللي يعني ولدهم كذي شلون ما يقولون، اسمع هم متفاجئين شلون ضربت وياه، والله انا ما ادري شلون مخه قاعد يفكر، ما ادري شلون طلعت هذه.
شيء راندوم وايد. زين تذكرت مره قاعد طالع مقابله جيف بيزوس اقول لك هو في 6000 فلتر قبل تطلع الكلمه من حلقه اخذ واحد اخذ واحد وحطه براسك فلتر واحد حط بس ما ادري حلو تسمع صوت شيء صاير بحياتك اليوم اسموني ابدا زين منو كان يعيشون هذه شغله قاعد اقول لك انه ممكن يبي ربي الجيل اللي وراه ويدري انه راح تفيده انه نفس اللي سواه سيود يقول فادني الموضوع فبطبقه هم ما كانوا قاصدينه ويا سيود سيود قاصده ويا اخوه سيود مو قاصده سيود قاعد يقول هذا نفع وياي راح اطبقه اي بس إيه هو الجيل اللي فوق اللي هم ما يدرون هم وجهوا لي النقد والكراهيه وكل شيء تحبير اي لان بس لان هذا مو هذا ضد مبادئ لا تسوي شيء انا مو انا النتيجه اللي انفعت معي جاي اطبقها معاه هو مع احتماليه يدري. انه يصير او ما يصير اي ممكن يصير العكس مو رايح قاعد يهينه ويضايقه ويبي يبطل لا هو يبي تريجر اي لان هذيلاك قالوا له انت وقف ما تقدر هو ايش قال حق اخوه لما وقف قال له انت راح تصير فاشل اي هو يدري ان الطريق هذا على قولته 50-50 فجرب انه ياخذه مع اخوه اللي انت قاعد تقوله ان اذا هم اهلهم قالوا لهم انتم فاشلين وهم يقولون حق اهلهم هم فاشلين هذا فاشل هذا اللي قاعد ينقلون سلسله بس هذا موضوع ثاني إيه. بس عشان ما ودكم ننتقل الى محور ثاني والله مواقف واشياء ظريفه نحشتكم من اوادم عادي عادي ما تعورت بس بغيت اقول لكم ان قسم الاحذيه عندنا فيه كل شيء العلم كل يعني يعني إيه مثلا لاعب شبدك من شخص فقلت بس نمر نمر I'm done I'm too old for this shit بسافرتنا رومانيا في أحد الأشخاص أنتوا كلكم تعرفونه إن سوى أشياء يعني صدمنا فيها انا ما راح اقدر اقول الاشياء للامانه وايد صعبه انا اقول السالفه ما تنقال من كبر حشتنا منه حشتنا منه زين خليني اقول لك هو لازال صديقي صديقي بس خليني اقول لك انت قاعد تقول حشتنا انا حشتني منه بس خل ادافع عنه لان الشيء اللي سواه والله يضحك حلو يعني تخيل قبل ما ينام هذاك مشغل فاميلي جاي مطول عليه فهذا كل يوم قاعد يسمع فاميلي جاي انا نايم والله بنام اسمع قطات اضحك حلوه القطات تقدر بركز بالنوم كل الحلقات خلاص اي صارت معك اشياء شيء نحشتها او انت نحشت والله انا بعد نفسي انا ما نحشت الناس انا بعد نفسي في ناس نحشت منهم اي في ناس نحشت منهم اذا لم يتكلم من اشياء متعلقه في الانتقاد اشياء متعلقه في انك انت مثلا حاسب حساب لهذا الشخص صديقي بس اعطيك اياها بالعربي اقسم بالله العظيم اي شخص اذا كان سلبي وناقد طول وقته ما حد راح يقدر يعيش وياه الا اذا واحد كان اساسا فاضي بحياته مو انا اي انسان ما حد يشوف انت كل من الحين يسولف الكل طاقه ايجابيه خليك من الحكي ما حد له خلق واحد ينتقد 24 ساعة صح صح صح, صح, صح ما حد له خلق واحد بس الحياة سودة والحياة خايسة وتحطم إيه؟ انت يعني شوف كل واحد البطل مال قصته صح. وكل واحد يحس ان حياته وفيها كل افلام الدنيا ما له خلق افلام ثانية ترى الكل عنده افلام فعلا الكل عنده لو اثنين يقعدون يبطلون قلوبهم راح تلقى نص مشاكلك عنده ونص مشاكلك مرات عنده. مو من انتقاد اوادم ينحاشون يعني في اوادم شوية انا اطفشهم مني بسبب سلوكيات معينة يعني ميلاني مره كان متحمس وقاعد يسولف عن سفرته وما شنو انا قاعد اطالع واسوي نفس تو يوم عطتني واحده راح يهمه لان يدري انت كذي بس قاعد يشتت مو قادر يكمل سالفه شو مره قاعد يسولف عند البيار وما شنو انا سام تايمز والله هذه اشياء شويه تنحش لوادم بس انت غايتك مو تنحش لوادم انت ابي يبي يسكر السالفه ابي اشوف شو كتب انا جربت فيها انا احب اشوف ردود افعال لوادم يعني اتخيل دائما واحد يسوي لي كذي شوف هو لان خاله كان يسوي لتقلب روما اي بس صديقي في شيء وايد فرق بين انت تسوي كذي بين فتره وفتره وواحد يسوي كذي كروتين حياته واسلوب حياته انت بتقول في ناس انحشت منهم او نحشت ناس اوكي انا ما انحشت منك لان انت عندك وايد اشياء تغطي الحركات الخايسه هذه في ناس
حياتهم هم سوداويين، هم وايد مو ايجابيين كثر ما هم مو حابين نفسهم، ما يحبونك، قاعد يقول وما يبونك تنجح مثلا. خلينا نقول لو انت يشوفونك تبي تتطور بعملك، عمي وظيفه ما حد ترى اخر شيء بتموت وما حد، والشركه بتمشي معاك وبلا ياك، زين رحت النادي اشرف على اخر شيء بياكلك الدود، خلاص خلني خلني اعيش. كان عندي واحد من الربع كنا طالعين من امتحان بالجامعه زين، وهو وايد مع خالاته، فتعرف سوالف الحريم، هذه ماتت، هذه طلقت، هذه ما ادري اي مرض، هذه ما ادري شنو. اي من الجامعه لي 360 قال لي كل الامراض اللي مرت على عائلتك. يوم الخميس والله العظيم اللي انا داخل بالفيلم قاعد طالع، بس إيه بس بكتب انا ما استوعبت شنو فيني، بس عرفت اللي قاعد طالع الفيلم كيف اقول انا ايش فيني هذا الفيلم ما في شيء ويكند ليش سويت فيني كذي، هذا حاشا هالمرض ومو لاقي الا علاج، ليش قاعد تقول لي بعالجه شلون افيد انا زين. كيف تقردن قلب الانثى وكيف تقردن قلب الرجل؟ يعني احنا نبي نكسب الاوادم، اوكي حلو، فشنو الطريقه اللي تستخدمها عشان الانثى تحبك، وشنو الطريقه اللي البنيه لازم تستخدمها معاك انت عشان تحس انها هلا وجد ابو او لو هو شوف يعني بسالفه دائما لازم تستخدم الاطراء، يعني اذا بتطري بنيه لازم لا يا جماعة راح أخليه، لا لا هذه لا بس قطش دوانية ويا حيل والله سريعة كانت هاي سريعة، لا دوانية تروح داي دوانية، لا والله أسكم داي دوانية تروح، هاي من باب المز على راسي بنات غصبا عليك طبعا انت ترى عمقت الجراح بنات الكويت كلها، الحين مرتك راح يلا انا اقول قص السيجمنت وعيد المقلب من البدايه تكفى يا الحوز تكفى، راح ادير بال عليك مبين شنو ابي بس السيجمنت دقيقه ونص طول والله يفتك يا الحوز، لا راح احط لك هارمونيكا طويله لين ينقطع نفسي. اي البنات اكثر شيء يحبونه لما تقدم لهم اطراء على شكلهم، لان يمكن هذا اكثر شيء يهتمون فيه، انه تبي تطلع حلوه، تبي تطلع جميله، تبي انت تلفت. تحمل مسؤوليه نفسك على الكلام اللي قاعد تقوله. لا مو قريب بس بس البنيه تستانس لما تقدم لها اطراء على مثلا او يو لوك جود، والله الشعر شلونه حلو، عرفت هي مخترعه علاج حق السرطان، شعرك حلو هم راح تستانس، هم راح تستانس، هم راح تستانس. تبي نقطع ولا ما نقطع؟ وين تسوي اضافه؟ لا انا ما ابي اروح اسوي اضافه، يقول لا بس ترى حتى ريال لما يقول والله لبسك حلو اليوم، الريال يمكن اكثر لما تقول على رجولته، مسكل اي على رجولته صح، والله انت ما شاء الله ادله ادله جسم مثلا دلوه بسيط. روح انا بالنسبه لي الاطراء للرجل اللي يعني او الاطراء لي امه اللي يونسني من اذا كان من مرتي يحسسك باهميتك، طول ما انا الاطراء هذا يحسسني باهميتي راح احبه. اطراء والله شعرك حلو اليوم، تيشيرتك فتبي قيمه معنويه اكثر ما اكثر اكثر بوالي الريال فقد قيمته المعنويه يا اخوان، كتبوا كومنتات زينه ترى والله انا يعني قيمتي المعنويه ذبذبت وايد من الكومنتات. لا بالعكس والله وايد يحبونك، مرتي ما قامت تحشمني وسبت الكومنتات، انت هذا اللي تبيه؟ لا 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 والله انا قاعد اسوي اللي انت تبيه، لا انا دير بالكم عليه بالكومنتات بهالحلقه. انا عندي موقف على اللي قاله، في مره كنا مسافرين انا والربع، فواحد قال حق صاحبنا شعرك حلو اليوم، وهذاك يعني سلبي جدا عشان يقول له لحظه ليش ما فهمت ليش يعني اصلا لانه مو وافق من نفسه على باله انه يعني يربيك سركاتي يعني تقطع اي كلمه ثانيه عشان تبين هو قال بالباب ترى راح تتعبونه بالمونتاج والله اخر وايد انذارات. شو انا عندي مساله بسيطه عشان يعني البنيه تقردن الريال، وايد سهل، الريال راح يقعد يسولف سوالف سخيفه على قولتك دوسات مقاوم، فلما يقعد يسولف له كذي ودس 0400 موجود توارنيته بس شفط شفط هذا واحد حرك صنيرك هذا هي لازم تقول اوه فحل شيل صدر عالي 45 اوه ريال تو ماتش لازم تخونني والله كذي والله كذي تمشي الامور والله، والعكس بعد هم والله سوالفهم
مو سخيفه لو سمحت لا تقول شيء قريت مخك تو ها والله انت ماشي على نفس السؤال فن التسنيك وليس التسليك بنت خالتي حافرت لي ما ادري منو شو مسوي انت لا 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 وي 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 والله شنو قاعد طالع فيلم قاعد طالع فيلم قاعد تسولف وياه والله لازم اي لا لا لازم تركز معهم بس انه لازم شنو لو بو 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 وي 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 على حسب قوة لازم ترتبهم لا تقولها مرة واحدة وو وي 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 كل ربع ساعة يبين جداً غرق حماتي حفرت لي وو بو 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 مسوي فيك اكاونت ثبتني وي 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 لازم يبين لك مع السالفة خلاف الساعة يا عبد الله على صدق شنو الاطراء اللي تستقبله انت تأيدني يعني من المرة انا بعد اللي قلت عنك بهالحلقه كل شيء ايدك والله لا لا 100% ما يعني تحس ان انت تبي شيء اتوقع اثنيناتهم الرجال والمره اثنيناتهم يبون منو الاهتمام انا ما قلت زين لا قال يبون الستر يعني مهم قال احد فينا مهم ما قال شيء مهم يبون شيء اثنيناتهم يبون شيء معنوي اكثر ما هو شيء فيزيكال 100 بس على كلام عظوم انه يبون شيء متعلق في شكلهم وهيئتهم اتوقع كل انسان هم يبي اكيد اكيد ليش انت بالنادي مهتم صحتك زائد هم تبي كلمه حلوه من اوادم تبي بنات يقولون لك الله اي وقلت لي ذيك المره على انفراد لا 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 بس انا اقسم بالله سيود انت قاعد تسوي افلام والله ما حصل والله من باكر اعتقد ما بس ما انا بالنسبه لي كنا اللي لاحظته ان البنات يبون تعليق متعلق في ذكائهم وهم ايش كثر شطار وزينين ويفهمون اشياء بينما الرجال كنا يبي شيء ايش رايك فيني مزيون حلو قوي شكله حلو او نقطه ما ادري في نقطه شويه يعني انت قاعد تقول ان شلون تكسب قلب الرجل وشلون تكسب قلب المراه انت اللي قاعد تقوله ان شنو اللي بينقال بس في شيء يعني ممكن كتول ممكن يستخدم ان انا في فكره قاعد احاول اتعلم اطبقها الفتره اللي طافت ادري ان في وايد ناس مو انترستينج بالحياه مو مثيرين انك تسمع منه اي سالفه بس يو وود بي سربرايز ان لما تعطيه انتباهك وهو قاعد يسولف يمكن واحد يبيع بمحل عصير لما تعطيه انتباهك الكامل وتسمع حياته واللي قاعد يمر فيه صدق راح تصير انترستد باللي قاعد يقوله وقاعد تسمع ما تكون ناطر هو يخلص عشان تقول له عيلانة صار معاي شيء انا النقطه الاساسيه ان اسمع مو بنيه انك ترد عليه اتفق معك يا صديقي اليوم انا كنت عند حلاق وذيك المره كنت طاب الحلاقين بس من صدق حاولت اني اسمع اللي قاعد يقوله كان قاعد يتكلم عن النوم اوكي ونظام النوم وش كثر ينام وهذا شيء من صدق مثير للاهتمام لان حياته وايد التعب صح. قاعد يقص طول اليوم انت جرب جيل إيه؟ فتبي تسمع منه انه شلون قاعد ينام وش كثر النوم الصحيه حق واحد بعمره وش كثر احنا ندلع نبي 8 ساعات ما لا قاعد ينام 6 ساعات او 5 ساعات بس صحيه بالنسبه له خلاص تكيف معاها هذه الطريقه اللي هو انت قاعد تكلم عن رجل مع رجل لا هذا موضوع بس قاعد نقطه اللي هذا حتى لو رجل ومرأة انا لا بس ترى على فكره الطريقه اللي يستخدمها عشان تكسب الشخص اللي قدامك اللي انت قلت 100% صح كلنا نبي احد يسمع لنا اي فانت لما تسمع بس مع المرأة شلون تخليها والله يعني شوف شلون تكسبها هو في شنو الاشياء اللي انت تبي تسمعها منها والعكس لو تحط ببالك بس ان المرأة ما راح تفكر نفسك كريال راح تقدر تسمع سالفتها بطريقه ثانيه لا تسمعها بالميل برين مالك ان في فانكشن معين انت تبي سالفه بطريقه معينه البنيه تقول لك تفاصيل انت كرجل يمكن ما تكون مهتم فيها بس لما انت شبيك على الحلقه كمل من مركز وياك لما تكون انت مدرك حق هالموضوع ان هي قاعده تتكلم كذي مثلا مو يعني هذه تركيبتها هي تسولف بهالطريقه كنا واحد يسولف ويقط مثلا هو مو قاعد يتعمد اسلوب معين حاشا الله اني اسوي هالاشياء لا بس انا ما اقدر يعني لازم اصنف الاوادم ان هذه بنيه ادري ان في اليه معينه معها هذا اللي قاعد يقول صدق ايوه قاعد يقول لك ايش قاعد اليوم الناهر يا اخي ركز ما على اتوقع ان هذا شيء يعني حتى اذا تذكر ديسكورس ان مثلا ماده اسمها ديسكورس اناليسيس ف انه يعني اتس كايند اوف فاكت ان لما مثلا المره لما تجي تقول لك عن مشكله هي فيها هي مو ناطره حل yeah. هذه سمعتها اصلا عارف. اذا قلت لها حل راح تلعن خيرك انت واللي قاعد تتكلم عنها زين فهي تبي تفضفض لك تبي تحس ان انا قاعد اشاركك همومي فابيك تحس فيني بينما احنا الرجال مثلا انا لما اقول لك والله
صار كذي 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 سو كذي كذي تبي حلو عطني حل. فهو اللي قاعد يقول انه فعلا يعني انت لما مثلا انت تكون ريال قاعد تسمع حق مره لا تسمع انه اي هي الحين قاعد تقول لك شيء عشان تبي حل، لا هي بس تبي تفضفض بس تبي تاخذ وتعطي. انا مطبق هذا الشيء بحياتي حتى مع القطو يفضفض لك والله اي يقول لك مياو وانت تسمع عشان اعطي النبره فيهم والله ما هو قال بس بس شنو المشكله بهذه؟ انا ما عندي مشكله اذا المره تبي تفضفض بس مثلا قولي ابي افضفض لان انا شلون تقول انا واي هي مو بس فضفضه اقعد وياك بس فضفضه لا كلامه ترى وايد حلو معنا انا نصدم ان شاء الله طلع منه كلام حلو داسه لا صدق انت اول ما بنيه او مره تسولف لك او تفضفض لك او حتى اي شخص سواء ريال او مره يسولف لك اول شيء تفكر فيه شنو الحلول الموجوده شنو البوسيبل سولوشنز شنو البوسيبل اوتكمز هذا مخك على طول انت كذي يروح الفيميل عندها بارت بمخها مو موجود وايد عند الرجال اللي هو شيرنج جاست فور شيرنج اكزاكتلي يس هذا مو موجود عند الرجال هذا المفروض هي مو بس قاعد تفضفض عادي قاعد اقول لك موقف صار وياها ترى ما تبي منك حل ولا في مشكله اصلا بس مو المفروض يقولون اول ليش تحط يعني ليش يعني اقول لك انا بقول سالفه ما بيحل عرفت زين تخيل تخيل ان بهاللحظه هذه يكملوا نقاشكم كمل شنو بهاللحظه هذه هي تبي شوف اذا انت قاعد تكلم وين الحل ما عندي حل انت مجنون اي مره من مليون تصير راح يفرق شلون هي جايه تقول لك الموقف اذا هي جايه تبي توريك الموقف اللي مرت فيه شيء وانت اصلا انت يعني عشان تعرف دورك اسمع السالفه لان عادي الموضوع خالص الريال ما في صبر يعني عادي هي حلت الموضوع صح بس الريال ليش ما دقيت على منو ليش ما سويت مش صم شويه لان الموضوع خلص من ثلاثة ايام خل اقول لك بس شنو صار فمني انت تبلش من هذا انه وي 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 زين اوكي وانا قاعد اكتب محاور الحلقه كان بعدين ادز لكم البرودكاست قلت لكم فيل فري انكم انتم تضيفون محاور كان بعدين واحد من الشباب قال راح اضيف محور شنو افضل بيك اب لاين بنيه قالت لك اياه او انت قلته حق بنيه والله قوي هالمحور اي تقون منو شي شاطح وما يعني اول شيء هذا ما اتوقع يدري شنو موضوع الحلقه لانه ما احس سؤال على الحلقه يعني بس لدرجه ان عظوم دش علي قال لي انا بفهم الحلقه لحظه انتقاد تكسب اوادم بيك اب لاين انت وين رايح شنو الحلقه وين الطريق وكل ما تقرا المحاور تغير الموضوع لاخر واحد قاعد يدافع عن الشخص اللي احنا ما ذكرناه لان النقد ما يرضى فيه اللي قال لك هالمحور قبل للامانه بس والله تبنينا المحور انا تبنيته يستاهل وبيك انت تبلش بسار ابلش اي ليش انا ما قلت لك الا عندي صار يلا وش كان قلت قبل التصوير وخلصنا والله سالفه قويه روح يا العود اقوى بيك اب لاينز قلتها حق واحده هذا قديما يعني حلو طبعا دشيت عليها كان اقول لها السلام عليكم وعليكم السلام هي حاطه صورها حلو كان اقول لها في رسال بالفضاء في لا لا دشيت ترى انت قربت شويه اسمع 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 هو في فضاء بالوضع اسمع ترى كنا احلى من سالفه لا لا والله قوي لا زين كان اقول لها في احد حاط صورك بالانستغرام الله 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 ناس ناس حاطين صورك كنا والله يعني انت خربت ام السالفه نفس الميل خربت ام السالفه بس هو المعقد لا 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 بس قوي البيك اب لاين مفروض والله حلو كان اسوي كابتشر وانزلها كان يطالع مو صوري قلت لها بلدي مو القمر والكواكب اي عاد ما فهمت كان شو يصير This user is no longer accepting messages. بلوك بس انا اتحرى يعني اخر شيء يصير انك مثلا تقط كومبلمنت ولا قطه ولا طاء واحد يقول لك اشرحها انت هني توقف انت ما تشرح اتوقع مع سيدات تصير وايد انت ما تشرح انت تقول خلاص نمشي على المحور اللي بعده شوف انا في مره بوقت الجامعه يعني حزت الجامعه في وحده قطت بيك اب لاين يعني لح مو مستوعبه وما كان زين وايد انا ادرس بالاداب هي تدرس بالطب فقالت لي شنو احساسك وانت بالاداب قاعد تكلم وحده بالطب اي لح ما وصلتي مستشفى العدال قالت هاي طيب لحظه هذا مو بيك اب لاين هذا قاعد تمدح نفسها هي اتوقع انها راح تستخدمها مع اي واحد لان تدري انها هي بالطب وكل مره الالتيميت مال يعني الكليات اي وتبنيتها فتره من الفترات كلمت وحده وقلت لها انها شنو احساسك وانت قاعد تكلمين سيود هذا كله هذا بيير عليك كله بيك اب لاين
يعني قلت لها اكيد امك نحله لان انت عسل. لا يعني هذا هذا ميلودي كلنا نعرفه. انت لما امك نحله هي راح تقول اكيد بتقول لي عسل. بيها عسل هي راح تدري. لا لا انا ما عندي بيك اب لاين يعني مش حامي كونفرزيشن تكون شلونك. انا ما اتوقع البيك اب لاين ثقافه موجوده بالكويت صح؟ هي موجوده بس بشكل وايد غبي. شلون؟ يعني الطريقه اللي انا شفتها ايام قبل مثلا ايام تدرين انك صاروخ. تعال 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 شوف يعني اللي راح ترضى بهالاسلوب انت لازم تخاف منها انت. هي شي نوز وات شي از جيتينج. اي اه بيك اب لاين هذا ما عنده بيك اب لاين هذا عنده لاين. لاين هذا زي ابي العبكم لعبه. يلا نبلش من اول. الام وين تحطها؟ الام انا عن نفسي راح احطها اس تي. اي شوف الام اكيد احنا كلنا بحاجتها ونحبها وكذي بس الام هذه قزرونها يعني تتزوج وما مو راضي عليك امك ثم امك الجنه تحت اقدامها ذا ابيوز يستغلون كل شيء عندهم ياذون. هذا يعني انا اعطيها بي. لا امي تابع لهم. وين وين امك؟ اس لا اس اس شنو شنو كونسكو عواقب؟ عواقب هذه عواقب ان تبعات تبعات ان امك ربتك 20 سنة ايه؟ راح تذلك ال 20 يبا لو في فوق الاس تحطها فوق الاس بعد فهي زين هي, هي, هي ربتني 20 الحين طفت ال 20 خلاص اي يعني فانت الحين قاعد تدفع مرات ها قاعد انا هذا اي طوف ال 40 باقي لك 7 سنين باقي لك 7 سنين باقي لك 7 سنين طوف ال 40 وين تبون الام؟ شنو اهمية خسارتها او وجودها؟ والله يعني تغير السؤال خلوكم اقوياء خلوكم اقوياء وقولوا انا اشوف اذا ما اتفقنا على الام ما راح نتفق على شيء ثاني انا بس ابي نقطة بس اذا هذه الام اذا هذه اللي بالصورة هذه مو ام منصور اللي اي اي انزين الام بس الابو اوه يصف يم الام لا ليش؟ شلون لا؟ لان باللقطة اللي بعد هذه كان قاعد يرمي ولده احنا غير الابو الابو انزين الابو ليس بالضروره انتم قاعد تقيسونها على ابهاتكم في ابهات في واحد آه، إيه؟ الابو شنو اهميته يكون موجود ولا مو موجود؟ لا، ما راح يكون نفس الام ما راح يكون نفس الام. لا حلوه وانا ابي ارجع مره ثانيه بالسؤال انا بقيسها على حياتي. بالضبط اذا تبينا نجرد الام والابو مالتنا ونشوفها كبشر حاجه الانسان لوالده وامه انا راح اتكلم بطريقه ثانيه بس هم اس راح تحطها. لا 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 انت انت لا طول النقاش. الابو الابو ايش قدر تشوفه ايش قدر تشوفه مهم في حياه النفر وهل مستعد انك انت الام والابو احطهم بي اذا على هالبرسبكتيف. اوكي انت تشوفهم بي اوكي انا اشوف ان الابو اس الام بي الابو اس الام بي اوكي لا الام اي الام اي اوكي ومني اس مني الاب الام بي اوكي خلاص حط الام اي ولا شو انت تشوف اوكي إيه. الام والاب حط الام إيه. الام اي الام اي اتوقع اوكي الاب اذا تشوفه الأم اس الام اي اكيد أس. الاب اقل او نفس بي الاب وين تشوفه اشوفه اي انا مع اي والله كنا يصف يم الوالد يم الوالد اي اوكي زوجة غبيه لكن داعمه لان عندنا تنتين زوجه غبيه لكن داعمه في عندنا زوجه غبيه لكن داعمه وفي عندنا زوجه ذكيه لكن دعله. المشكله ان زوجه غبيه داعمه خوفك انت غبي وياها وهي قاعده تدعمك واثنينكم قاعد تدعمون الطوفه يصير عرفت يصير اي ف يعني انت مخير اذا كانت زوجه غبيه زوجة بس غبيه بس تدعمك باي شيء يعني مثلا انت قلت لها عندي اقتراح مو شيء هذا يعني نبي نزرع مانجا بالثلاجه والله فكره عجيبه شوفها غبي بالكويت دي ها دي دي شوفها دي انا اذا تبوني اتكلم عن معظم رجال الكوكب يفضلون وحده ساكته وما إيه بس مو من صالحهم ها لا من صالحهم حيل ما يبون وحده تقعد تشيك عليهم لا وين رايح بس وين رايح إذا يبون وحده غبيه بس تعيد على طول قاعد تقول حبيبي روح إيه غبيه وتدعم غلط ليش انت حقك انت احنا بنعبر عن لان عادي توكسيك ماسكولينيتي عادي بعدين تاخذ اكشن عادي تاخذ اكشن على بنا هي بتدعمك جايبه العيد ودعمتك عادي مثلا على بونا بدعمك رايحه ماخذه فل قرض ومجرت لي مثلا شيء وعلشان اسوي انا ايفنت ولا اكتيفيتي ايه؟ وانت طشر او نحجز لك او نتحجز لك تذاكر سفر وما تدري انت خلاص ما حد يدري بسالفه نرجع لك حتى هو يدري هم اصحاب سالفه هاي تيجي وزعلني خلاص علي لا لا خلاص يدك اشرح السيزون والله اي انا مو مطمن اوكي زوجه غبيه لكن داعمه لان تذكروا في ثنتين ها زوجه غبيه وداعمه وفي زوجه ذكيه لكن دعله اثنينهم دي
اثنينهم دي؟ اثنينهم دي. لا والله شوف انا اقدر اقول شيء دي يعني انت خلينا نتفق ان دي معناها قصدك انا حطها سي. لا افقط لان انا حطها بي فنحطها سي اوكي؟ حطها زوجة غبية داعمة. ذكية دعلة ايش رايكم فيها؟ تحت السي. ذكية بس دعلة شلون يعني؟ تعبي تنشب لك وايد قاعدة منتبه على كل شيء قاعد يصير وكذي. لا هذه مو دعلة هذه مراقبة. لا هذه دعلة. لا الدعلة تدخل في كل شيء انت قاعد تسويه. لا هذه ما ابيها بحياتي. بي يعني اف اف والله زين بي ها بي معناته راح تنحط سي. لحظه وين انت تشوفها؟ دي دي خلاص يلا اوكي الحين روح على الاخ اوكي اخوك ايه؟ انا عندي الاخ بي وحاط يعني فوق انه فتاوي اخذ فتاوي الاخو رايح والله الاخو انا اقول عاد اقول كلمه سريعه بس مع كامل احترامي حق اخواني ثلاثتهم ملوك الفتاوي ثلاثتهم وهو اذا تكملت الصوره ترى في فتاوي بعدين حكم مواعظ اليمين في تكمل إيه. الاخ انا اشوف اهميته بي صح بي والله ايه انا احطه اس اس والله إيه. انا اوافقك انا اخواني احطهم انا اشوف أنا والله إيه. إيه. انا احطه ايه احطه إيه. مع إيه. انا بعد غيره إيه. والله إيه. لا اقدر اقول شيء سريع ما ادري اذا انت تبي تمشي بهالفقره بسرعه ولا عادي المفروض نسرع شوي المفروض نسرع بس إيه. انا اشوف ان اذا بتجرد عن نفسي واتكلم عن الام والاب والاخوان الاخوان بنفس عمري على اللونجيفيتي بالحياه انا بالعكس ابي اخواني محتاجهم الام والابو انا راح اكون كيرر حقهم اكثر من لا يكونون هم كيررز حقي الاخوان راح يكون سبورت حق بعض فانا ايد ان الاخو يكون استير اعلى من الام والابو بالسياق هذا شكرا اوكي ما رد روح روح على الاخت اف لا 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 مو اف لحظه الاخت لا لا الاخت أنا تحتاج انا وايد صعب اجاوب لانه ما اعرف هالشعور والله شوف الاخت لا انت قلت انا اماشي رفيجات عشان احس في احساس الاخوه اي فما عندي اخت صجيه عايش معاها بالبيت يعني عايش مع اخت بالبيت باحساس الاخت ما لا اعرف على عيال خالي خمس شباب يتعرفون ما تعرفوا على موزمبيقية ما خلوا ما هذا يبون احساس الاخت يبون احساس الاخت ناقصهم قوات زين الاخت ايش رايكم انا اقول بي 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 تحت الاخ ماشي ماشي والله ترون شلون والله انا ايه بس كيفكم انتم بي لا لا بي بي شوف انا ما راح اقول برسبكتيف مالي انا لان مستعده تدعمك ماديا اكثر من جاي بقول لك انا شفت برسبكتيف مرتي كاخت حق اخوانها شفت شلون هي شايلتهم فاحطها مع الاخ احطها ايه لا انا ما انا بس اذا هذه نفسها هذه دبليو هذه انا بس لابس اوكي زين زين صديقي ضحك اس موجود منهم وايد والله مو موجود منهم وايد انا اشوف انه غالبا صديق يضحك يكون انتليجنت يكون ذكي فراح يوفر حلول وايد او يقزرها عليك يوفر سعاده يوفر مرات مضايق بس اضحك بس اطلع يعني عرفت كافي ان اذا انا ضايق خلقي ادري اذا دقيت على هذا راح افرفش شكرا والله اوكي صديق يضحك ها كلكم متفقين اس اوكي روح على صديق وسيم اف صديق وسيم اذا بتقز يمكن يفيدك لا لا اذا بتقز يمكن يفيدك اذا انت فلشت عاطفيا منو ياخذك دبل ديت منو يضبط لك الدنيا اي يفيدك ترى يعني اذا تحتاج واحد وسيم اذا سنجل انت اذا انت سنجل ترى اعرف وايد ناس يجون بربعهم يعني طول عمري سنجل اعز اصدقائي ابراهيم ابراهيم وسيم وسيم ايش في ريال انا ابراهيم وسيم يعني دي دي لا 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 اعطي سي لا اربع سي اعطي سي انا ما تبي تطرده من حياتك لانه إيه؟ وسيم ما له ما له وسيم اي فافرج سي استاذ شو راح يقدم لك يعني اقول لك الدعم العاطفي من طرف اخر يعني يكون هو اذا بحطه وسيط وسيط اذا بحطه دي ولك حطه اف مو مفيد ليه تدري يمكن بحياتك سيود تحتاج ميك اوفر تقول له ابي حلاق زين ابي ملابس ابي يضبطك شوي ها بس شوف يعني في عله شنو انه اذا طلعت معاه ما حد راح يشوفك أيه. هو في اشياء سلبيه وفي اشياء بس مالك انه اذا صار ثنتين يقردن لك واحده هذه اوكي اوكي تكفى قاعد نحط دي مثلا ولا سي يا جماعه اقدر اتفق شيء بالتير ليست دي واف احنا ما نبيهم بحياتنا ما تحتاجه وايد غير عن صديقك بس انت جايب شيء شيئين بس يعني انتم كلكم وسيمين الحين ابيكم بحياتي عادي بس مو لانه وسيمين خذيتها كنا طبيعي خذيتها عادي اوكي يلا زين يلا صاحب ديوانيه اصلا اس زين انا اقول اف لانه مو ما تحتاج صاحب ديوانية اصلا يعني لا 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 مو اللي احنا نعرفه تخيل اي واحد اي لا لا اي اوكي صاحب ديوانية اصلا
تحتاج ان صاحب ديوانيه يكون اصلع؟ لا لا مو لازم يعني ما في ميزه يعني السؤال مفصل على واحد بس بس اللي قاعد اشوفه هني لابس اليوفي ايوه قاعد اشوفه هني اصلع. لا لا احنا يعني شجره تثمر ولا تقال ولا تقال تضرب المثال بالنعال النعال وين توصل؟ انا اقول صاحب ديوانيه اس تحتاج واحد عنده ديوانيه. لا لا احنا نتكلم عن يعني الميزه هو عنده ديوانيه تخليك من اصلع عنده ديوانيه ما يفيدك سي لا ما اذا اصلع ولا عنده شعر مو مهم بس سي 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 يعني بالضبط حرفه زين هي تكبر هنا فيديو شخصيه رياضيه يعني بالنسبه لي راح اقول الاي للامانه لحظه شو هو يعني شخصيه رياضيه بحياتك رياضي واحد رياضي بحياتك شخصيه رياضيه بحياتك انا اقول والله اف ايه اوف لا ليش يشجعك على الرياضه يشجعك انا اشجع يسوي لك يسوي لك لعب اي لا شكو هو يشجعك على الرياضه هو رياضه هو يعني راح يسولف معك بالرياضه وجوده بحياتك نرجع على الحوار اللي قبل انت وربعك ياثرون عليك عاجبك ولا ما عاجبك اي ربعك والله ياثر عليك ربعك السفله بتصير سفله والله انا اقول انا بي القبت بي القبت بي عيل يا بي الافرج يا بي بي الغالبية قالوا بي 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 معلق خلاص أوكي روح آخر شيء أخذ أختك أوكي عندنا أوكي زميل عمل زميل عمل you need it لا لا زميل عمل سؤال زميل عمل قصدك أنه مجرد يسوي تحتاجه في حياتك ولا مستعد تضحي فيه إيش كدر هو مهم بحياتك مو بس بالدوام يكون صاحب جاي بالدوام وايد مهم صاحبي ومعاي بالدوام لا مو صاحبك معاي زميل عمل لا زميل عمل بس دي ما تبي تخسره لانه عادي يحفر لك ما ابي اخسره دي ما ابي اتهاوش وياه انا شوف اذا زميل عمل انا مرتاح له راح اصنفه بي تو اي اذا مو مرتاح مجرد زميل عمل اللي يربطني بيني وبينه زماله عمل فقط لا غير راح احطه سي انه وجوده وعدمه زي بعض تقدر بالدوام تمسك نفسك بروح بدون زميل عمل اوكي شخص غني اس بي ابي يتبنوني لا عادي احط اس بلس كل ما تروح ما تروح مطعم هو اللي يدفع انت وايد سفله ما مطعم الغني على الاغاني حسيت يجيب لك بيض يجيب لك بقدونس يجيب لك عدس ما ادري نور عسل مو شخص غني عادي يعني ممكن ديوانيه كلهم فقاره بس عادي يونسون بعض ويحلش انا بي احط يعني ممكن شخص غني بي لا ما ادري بي بي اوكي فانت عندك صديق يضحك اهم من شخص غني انك تعرف شخص غني لا لان الغني يمكن يتفلسف عليك صاحبه تسمعك تبجبج نعم شنو صاحبه تسمعك مستعده تسمعك وانت تبجبج هذه مو زوجه هذه صاحبه بس دق عليها تبجبج يعني شنو تسمعك تشكي وكذي وتقعد يعني لها فقاقه انك تسمعك تهذر ها لا تثربس خالد تبجبج تحس انه يعني انا بالنسبه لي ما احب افضفض حق الناس اخي فاحطها وي 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 زين صاحبه ها اف مو محتاجينها بحياتكم ما هو ترى العكس المفروض هي يعني البنات هم يبون يفضفضون حق الرجال فالرجال قطو ايش كثر محتاجينها بحياتكم هو اس 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 والله لو ما فيني حساسيه اقول اس بس لان فيني حساسيه انا اقول احطهم اي بس احنا قلنا هذا مو شيء شخصي حق البشر حق البشر عبد العظيم ايش كثر اس اس كلكم اوكي اس تحتاج قطو صاحبه متينه اس ليش تعلمك على المطاعم على الاكل تعرف تاكل لحظه حمد حطها عند بي حطها عند بي اول شيء بس عشان نكمل الشكل اي صح والله صح والله انا اتفق اي بي صاحب متينه مصدق هالكثر محتاج لا طبعا انت تقنعني انك تحتاج صاحب متينه اكثر من زميل عمل قلنا عشان صاحب متينه راح قلنا عشان الشكل قاعد والله اضحكك صح والله راح اضحكك عندك مشكله من كان عندك مشكله رمتا ما تحب تسمع شيء هذا انا ما راح اصوت صاحب متينه اوكي لا 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 ها لا مشاعر والله لا والله ما يصير والله دي عجيب وين مشاعر يم صديق وسيم شنو بعد اخجي ياخذون بعض اي يعني نوعا ما بس خلينا نتفق بشيء انتوا كلكم اتفقتوا على ان القطو اهم من امكم وابوكم واخوانكم لا 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 هذا مبين لا 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 لحظه انت تشوف الانسان يحتاج القطو بحياته اكثر من اخوانه نعم نعم لان القطو متى ما تبي يقدم لك الحنان القطو ثيرابي على فكره اي ثيرابي اي وبعدين ثيرابي يعني حسون اللي بقوله مو نفس الكاتيجوري بس مثلا تقول لي انا اهميه الاكل بحياتي ولا امي وابوي انت مهتم
تحتاج انك تاكل وايد صح عشان ما تموت. القطو يغذي عندك مشاعر معينه. لا هذا كائن حي وهذا كائن حي، احنا قاعد نتكلم كانسان بشري. علاقتك بالقطو غير خو، انت تدري يعني اي علاقتك بالقطو. اوكي بس عشان اهم من نختم بينك اخوك نحتاج نختم الحلقه يا اخوان. اوكي نحتاج نختم الحلقه. لا وقتها طول احنا شنو. لا بس خلاص يلا نوجه رسائل الختام. يلا عندما لا تجري الامور كما تريدها راجع نفسك، ربما انت الخائس. لا يعقل ان تكون محقا في كافه المواقف، ايضا راجع نفسك، ربما شخصيتك. قدم اللطف للناس وستلقى لطفا، قدم التوف وستلقى توفا. الان هذا، ونتمنى ان تكونوا قد استمتعتم ويانا في هذه الحلقه من القيود مع سيود. الى ان نلتقي ان شاء الله في قادم المناسبات، والسلام على امهاتكم. السلام عليكم.